والله يا ليلى ما نمنا من امبارح، انا وداليا قاعدين جنبه. حيث انبليفك، مش قادر اصدق واحد في سنك يعرض نفسه يجيله ذبحه. بتقولي ايه يا ليلى؟ انا لا عرضت نفسي لاي حاجه، انا فجاه تعبت وخلاص يعني. ويا ترى تعبت ليه؟ ايه اللي جد جديد؟ بقى تجيب واحده تقعد معاك في البيت؟ يا مراهق بتخطرفي، بتقولي ايه؟ لا يا ليلى، مفيش لزوم للكلام ده دلوقتي خالص. انت ازاي اصلا تفكري بالطريقه دي؟ مراد انت كده هتتعب تاني، اهدى. ما تنفعلش يا مراد ارجوك. انا عايز اعرف مين دي؟ وايه اللي خلاها تقعد عنده في البيت؟ دي كانت هتموته. لو سمحت بلاش تخليه يتكلم في حاجه تضايقه دلوقتي. ايه ده ايه ده؟ بتكلمني دي؟ انت مين انت عشان تكلميني بالمنظر ده؟ انت ازاي تدخلي بيني وبين اخويا؟ انت تخلصي خالص فاهمه؟ ايوه طلعها بره واختارها. انت بتطردني عشان واحده زي دي؟ اطلع اطلعي من حاسته، هبلغ ولادك، مش هسيبك تبهدلني وتبهدل نفسك، سامع؟ ايه يا ليلى؟ ايه؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ عشان خاطري اهدى يا مراد. انت فاهمه الموضوع غلط خالص. الحكايه ان مراد خبط داليا بالعربيه. الحكايه ان البيه اللي جوه له علاقه بالسفله دي، ولان سنه ما يستحملش القرف ده، وعملت له طب. ممكن تسمعيني؟ أنا مش هسمعك، أنا مش عايز أسمع القرف ده كله، أنا هعمل اللي عليا وهروح أبلغ العيال، ومش عايز أشوف وشه لغاية ما نخلص من الزبالة دي. يا ليلى. مش ممكن أختك دي فظيعة. بحاول أشرح لها إنك خبطت البنت دي، مفيش، بكلم كشك. أختي مزعجة يا مختار، أنا عارفها. مزعجة وشريرة. أنا آسفة يا داليا، آسفة. وأنت ذنبك إيه يا مراد؟ مش عارف إيه اللي خلاها تفكر في حاجة زي دي وبسرعة قوي كده. أهي وأنت سراعة وغبية. آسفة يا مختار، أنا مش عايز لا ليلى ولا أي حد يعرف حاجة عني، مفهوم؟ لو سألتك على موضوع داليا أو أعطيتيها أي معلومة كويسة، أنا عايزة تقعد تحرق في نفسها وتموت بغصها كده. أنت شكلك ابتديت تتعب، أنا هنده لك الدكتور. لا خلاص، أنا بقيت كويس مختار، كويس. أنا آسف كمان مرة يا داليا، آسف. وأنت ذنبك إيه يا مراد بس؟ طب أنت محتاج مني حاجة؟ أنا لازم أروح وأعمل كام مشوار كده وأرجع لك تاني. ممكن يا مختار بليز تكلم فردوس تبعت لي هدوم، أنا ما غيرتش من إمبارح. حاضر. ميرسي. عن إذنكم. مع السلامة. أنا مش مهمة خالص دلوقتي، المهم أنت تقوم لي بالسلامة وتخف لي وبسرعة. أنا عايزة أنام. هطفي لك نور الأوضة.
صباح الخير. صباح النور. اتفضلي. انا جاي اطمن على مراد بيه. تحبي تشربي حاجه؟ لا ميرسي قوي. انا اول ما عرفت ان هو تعبان كلمته على الموبايل كتير لقيته مقفول، علشان كده فكرت ان انا اجي لك اسالك عليه ولو ينفع نروح نزوره. ده بعد اذنك طبعا. انا لسه جاي من عنده وطمنت عليه، شكله هيبقى كويس ان شاء الله. يعني مش هنروح نزوره؟ طيب انا جيت ليه بقى؟ جيتي عشان تشربي معايا فرنش واين؟ لا 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 انا ما بشربش ما بشربش. يبقى اكيد جيتي عشان تشوفيه. لا طبعا. ليه لا طبعا؟ عشان علشان انا ممكن اشوفك في الشركة. ايوه بس في الشركة هنتكلم في شغل ومش هنعرف يعني نبقى على راحتنا. انا جاي اطمن على مراد بيه صاحب الشغل برضو. ولو اني مش مصدقك قوي يعني بس ماشي. انت ليه بتقول كده؟ عشان لو عايزه تطمني على مراد بيه وكلمتيه في التليفون لقيتيه مقفول، هتكلميني، هتكلمي السكرتيره بتاعته، هتعرفي المستشفى فين، الو رقم الغرفه، سهله يعني. قصدك ان انا كنت بتلكك علشان اجيلك؟ لا انا ما قلتش كده، انت اللي قلتي. اوكي انا همشي. استني بس، رايحه فين؟ معقوله يا مروه اول يوم تزوريني فيه ما تكمليش خمس دقايق كده تسيبيني وتمشي؟ طيب اعمل ايه يعني؟ امسكي ده وده. وعلى فكره انا فكرت في الموضوع وممكن انزل نزور مراد بيه مع بعض، بس على شرط. شرط ايه؟ نروح له بالليل. بالليل؟ طب هنعمل ايه لحد بالليل؟ حاجات كتير جدا. تعالي بس انا ما بشربش. ولا انا بشرب، انا بشرب عصير من الناس بس. بجد؟ اه. وانا كمان على فكره. انت يا واد يا نايل. نعم. انت لسه راجع من الجيم؟ لسه حالا. طب عندك ابره وفتله؟ لا ما افتكرش. استنى انا جايالك. يلا يا اخويا تعالى ندور على الابره والفتل. على فين؟ طب بابا فوق مش هينفع. ما تقوليش لا بابا ولا ماما. لا هقول لك بس انا مش عايش لوحدي، انت عارفه. يلا يا اخويا يلا عشان الفضايح والناس. فعليا مش هينفع. هنتسحب يا اخويا ما تخافش، خش بقى عشان الفضايح. اقفل الباب يلا. معلش يا اسفة انا ما صدقت انه نام، بقى لي نص ساعة بس مغمض عيني. اتفضلي. انت كويس انه نام على فكرة عشانه. طب طمنينا عليه وعامل ايه؟ هو احسن الحمد لله. الدكتور بهاء قال ايه؟ قال ان حالته مستقرة وقلبه بقى تقريبا زي ما كان في الاول. الحمد لله. بس هو اداله شوية علاجات هيمشي عليها يوميا ومنعه عن التدخين. في حد زاره؟ قصدك اخت ليلى؟ لا الحمد لله ما جاتش. انا كنت مرعوبة لا تيجي وانا لوحدي، ما كنتش عارف اتصرف اكيد. انا افتكرت حاجة ضحكتني. والله؟ مالها دي؟ انا عندي صداع، انا لازم اشرب قهوة. هنزل الكافيتيريا عشان اجيب قهوة. تحت في اول دور. اه ماشي اوكي. مش من هنا يا ماما. من هنا. اه من هنا يا حبيبتي. يا مين دي؟ دي مروه زميلتنا في الشغل، محترمه جدا بس جدا. شربت كاس وواضح ان دماغها خفيفه. حرام يا عيني. ما تقلقيش ليلى مش هتيجي هنا تاني بعد ما طردها مروه، اطمني. انا طبعا ما كنتش حابه ان ده يحصل، بس اللي قالته ليلى ده يا مختار مش مظبوط. أنا متأكد.
انا عارفه ان وجودي عند مراد في البيت ملوش اي معنى، بس هو راجل محترم واحتواني، اي حد مكانه كان ممكن يسيبني. ما اعتقدش يا داليا لو حد عارف انك محتاجه مساعدته هيبقى سهل عليه انه يسيبك. انا بقالي فتره مش قصيره عند مراد في البيت، صراحه عمري ما شفت منه اي حاجه تخوفني خالص. داليا انتي جميله، جميله قوي، مش الشكل بس. حتى انت يا مختار، بما ان كلام ليلى مش مظبوط وانا عارف ان هو مش مظبوط، انا لازم اسالك سؤال. لا مش هتسال، عشان انا تقريبا عارفه انت عايز تقول ايه. انت بتحبي مراد؟ طبعا طبعا لازم احبه. تصور واحده في ظروفي وقابلت واحد زي مراد وعمل كل اللي عمله عشانها، تفتكر احس له بايه؟ ممكن تقول لي؟ ازيك يا دكتور؟ ازيك يا مختار؟ ايه هيخرج امتى بقى؟ بكره بعده بالكتير. اطمن، هو بقى كويس قوي، يرتاح بس اسبوع 10 ايام ويرجع لحياته الطبيعيه. هخش اشوفه. بس يا دكتور. ازاي؟ طب نشوفه. هاي بطل، عامل لي مشاكل انت؟ ليه بس يا بهاء؟ الله، احنا مش في سن بعض. لما الناس تلاقي قلبك دهاف وعجزت، انا هيتقال عليا ايه؟ عجزت زيك؟ انت هنا من امتى يا مختار؟ بقالي شويه بس جيت لقيتك نايم فما رضيتش ازعجك، قعدت مع داليا شويه بره. داليا تعبت معايا قوي يا مختار. اكيد. اوعى تقول كده يا مراد، ده انا لو قعدت جنبك 100 سنة برضه مش هعرف ارد لك الجميل. انت تقدر تخرج بس ما تعملش اي مجهود، وزي ما قلت لك مفيش سجاير ولا دهون. الحمد لله على سلامتك يا مراد. ميرسي يا مراد. عن اذنك. ميرسي يا دكتور. انت بقى تسيبك من الشغل والدوشة دي وتروح تاخد اجازة كده على البحر، تشوف فيو حلو وتدلع نفسك. فكرة كويسة جدا. تيجي نسافر باريس؟ باريس؟ طبعا انا اتمنى، بس انا ما عنديش باسبور. مش انت برضه تعرف تحل الحكايه دي يا مختار؟ كل حاجه وليها حل اكيد. طيب عايزين نطلع باسبور لداليا، عايزه تسافر معايا. اعتبره حصل. اغرموني شويه. اركب الحنطور واتحنطر درجن درجن. اركب الحنطور واتحنطر بس اقعد قدام واشد اللجام. واتحنطر درجن درجن اتحنطر. ايوه يا اخويا جيت. خليك في حالك وانا في حالي. أنا واحدة بتتحنطر درجن درجن أتحنطر. الله حلو قوي الشمع جامد. نار يا بنتي يا فتون، ده انت قمر مزة. أركب الحنطور واتحنطر. وحشني جدا. الحمد لله على سلامتك. حاسس كاني بقالي سنه ما جيتش. الفردوس فرحانه. ازيك يا مختار؟ والله انت نورت يا مستر مراد. الحمد لله على السلامه. الله يخليك يا فردوس. انا عارف ان انت مبسوطه بس بلاش حكايه الزغاليل دي لو سمحتي. غصب عني بقى من صحتي والله. فردوس الاكل من هنا ورايح مسلوق والملح قليل. من عينيا الاثنين. شوفي مختار بيشرب ايه. لا انا تعبان،
هروح بقى. ما تنسيش الميعاد بتاع السجل المدني عشان ده ورق كتير عشان نعرف نطلع لك الباسبور. ده بكره صح؟ اه ماشي. تعبينك معانا يا مختار. ماشي. انا شفت منك غير البهدله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا حبيبي. مع السلامه. سلام. سلام. انا عايز اشرب قهوه في النص. حالا القهوه تجيلك. لا قهوه ايه؟ اتنين اورنج بليز. قهوه ايه يا مراد؟ الدكتور قال مفيش قهوه. ليه كده؟ ما هو قال قهوه واحده في اليوم كويس. لا قال واحده في الشهر. قهوه واحده في الشهر. الشهر ده كتير يا غالية. ماشي 25 يورو. اورنج بليز حبيبتي. احلى اورنج يجيلك حالا. لو خليه اسبريسو. اسبريسو؟ ماشي. المهم قهوه لا. عارفه لما كنت في المستشفى ساعات لما كنت بفتح عينيا الاقيكي جنبي كده كان جالي احساس ان انت خايف عليا، خايف لموت. مش كده يا مراد بعد الشر عليك. تعرفي اكتر حاجه كانت شغلاني ايه؟ انا كنت خايف لا بعد ما اموت يعني تتبهدلي. مش غلاسه بقى، ما تتكلمش في الموضوع ده. ربنا يخليك ليا، يحميك من كل شر. يعني استاهل القهوه. هتشرب العصير على بال ما اخد الشاور. يلا بحر. عليه تجيب لي ميه. ماشي. أول ما رجالتك جابوني هنا وأنا عارف إني جاي لك أنت. ما أنا لو كنت بعت لك بالحسن وما كنتش جيت. عايز مني إيه يا أمسي؟ حقي. تمن اللي سرقته مراتك وابن عمك. يضعب عليك. ده إحنا متربيين مع بعض أوسخ تربية. حد عارف يضحك عليا ولا ياكل حقي؟ أنا خارج من السجن مالت. ما حلتش إلا الهدوم دول. تاخدهم؟ 450 ألف جنيه. بمكسبهم يعني مليون ونص. مليون ونص؟ إيه دول؟ الدين اللي عليك. تمن وساخة مراتك وابن عمك. أنت ما بتفهمش يا أنسي. فتون وراشد تاهوا مني زي ما تاهوا منك. أنا اللي عملته مع مراتك وراشد ده كرامة ليك. يعني اللي ليا بقدم في رقبتك أنت. اسمع يا أنسي، وأنا جاي في الطريق كنت بفكر وقلت مفيش قدامك إلا خيارين اتنين. أنت بتخيرنا أنا؟ أيوه. يا اما تفكني وافضل عايشه تلطيش، يا اما قول انت بقى. لا انا اقول لك استحمى وانضف والبس دول وتعالى بره. لا 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 مش وقتك خالص. دي مين دي؟ مروة. مجنونة؟ لا مجنونة دي نجوى. يبقى دي اللي انت علقتها من المطعم. لا انت قصدك على شهيرة. يخرب بيت، هو في ايه يا عم انت؟ هو ما فيش رجالة في البلد دي غيرك ولا ايه؟ هو النمر ده اللي مودينا في داهية. بصراحة انا بدعي عليك، بدعي ربنا يرزقك بواحدة تقلب عليك كل القديم والجديد. هو ده زيك لما بيقع هيسف التراب. خلاص يا ان شاء الله انت. لا بجد والله يا قلبي. هو انت مفيش واحده وقفت قدامك؟ يعني اي واحده عايز تجيبها سكه بتيجي لازم تقع. انت ابوك مش لواء شرطه؟ اه. واخويا كمان ظابط. بس اشمعنى؟ اسالهم بقى هم ازاي بيعرفوا الحرامي من شكله. بيقول لك العامل عامل عينيه بتبقى زاغه وما بيبقاش على بعضه. استنى كده بالظبط. لا لا مش فاهم. انا بخش مكان والاقي في واحده بتعجبني بفضل باصص لها لغايه لما عينيها تيجي فيها. وبعدين زي ما قلت لك بقى عينيها هتروح وتيجي تبقى مش على بعضها زي الحرامي اللي واقف قدام الظابط بالظبط. ده انت اللي زيك مش هيورد على جنه. بس في واحده بقى اليومين دول يا رمزي لما بقف قدامها بحس ان انا الحرامي وهي بقى مش ظابط لا وزير الداخليه. يا سلام ده كده ربنا استجاب لدعائي. ودي مين دي بقى؟ واحده كده
أول مرة في حياتي يا رمزي أبقى واقف قدام واحدة معرفش أعمل إيه. مش عارف أعمل أي حاجة لدرجة إني مش عارف أبعد عنها. الله، طب وليه تبعد؟ عشان ما ينفعش. لا لا لا، استنى بقى كده عندك واحكي لي الموضوع من أوله لآخره. لا مش وقته خالص دلوقتي. اركب اركب. تفهمني؟ اركب بقول. امسك دي. هادي. انت جاهز؟ يلا بينا. نطلع لفين؟ اتفضل يا باشا سيد. اسلام. عم راشد، مش عارفني؟ انا عدوى حلاق بتاع فلان. ازيك يا عدوى؟ ايه انت اختبيت ليه؟ ده انت اتحكم عليك بالاعدام في قضيه ايه؟ لف لف هتفضحنا يخرب بيتك. لف. ايه يا جدع انت؟ القضيه اصلا طلع كلها في شنج. مش طلع واحد صاحبي هو اللي قتله يا راجل؟ اه. عربيتك دي يا معلم راشد؟ اه حلوه حلوه. اخبار عسليه وفتون ايه؟ سيبك بقى من عسليه وفتون، انت لسه المحل بتاعك ده عندك؟ لا، ما انا الدنيا دارت بيا، بس الحمد لله انا دلوقتي بشتغل في محل في المهندسين بس علاقه. طب كويس، ناخدك ونروح على هناك تعمل لي نيو فورما بقى، تشيل الدوجلاس دي والقرف ده، وبعد كده نطلع بقى على فتون وصبحك اصطباح عسل. اوامر. بس معلش بعد ما اظبط لك دانك هطلع بس البيت اغير، مش هينفع اجي لك باللبس ده كده. لازم يعني؟ معلش عشان خاطري. ماشي. واخبار الحته ايه واهل الحته؟ لا الدنيا اتغيرت. لا والله. معلش يا ست الكل، اخر حاجه بقى. هدي ايدك باذنك. ايوه تمام. هنا كده. ايوه. معلش بقى السكانر بايظ والسيستم واقع. وعشان كده هتيجي تاخد الفيش بكره. ومال؟ بسيطة. ليه كده بس يا أستاذ مختار؟ ده بتخيلك علينا. ينفع أنا أجي أستلم بدلها؟ وما ينفعش طبعًا، بس عشان خاطر حضرتك كله ماضي. شكرًا يا سيدي. أحلى أمر حضرتك. يلا. ألف سلامة. مع السلامة. معلش يا مختار، ممكن تساعدني أطلع البرفان وسحليني؟ آه. الشنطة. أنا كنت عايزة أسأله أمتى هيبقى عندي الباسبور؟ الأول نتيجة الفيش تطلع. طلع لك شهادة ميلاد جديدة، وبعد كده بطاقة، وبعدها الباسبور، تخيل مش أقل من 20 يوم كده، وبعدها تبقى اتولدت من جديد. يا ريت. ثانك يو سو ماتش. يلا بينا. تمام. مش هسيبت كل، آخر حاجة بقى. هدي إيدك بإذنك. أيوه. تمام. هنا كده. أيوه. معلش بقى السكانر بايظ والسيستم واقع، وعشان كده هتيجي تاخد الفيش بكره. وماله؟ بسيطه. ليه كده بس يا استاذ مختار؟ ده بتخيلك علينا. ينفع انا اجي استلم بدلها؟ وما ينفعش طبعا، بس عشان خاطر حضرتك كله ماضي. شكرا يا سيدي. احلى امر حضرتك. يلا. الف سلامة. مع السلامة. معلش يا مختار، ممكن تساعدني اطلع البرفان وسحليني؟ اه. الشنطة. أنا كنت عايزة أسأله أمتى هيبقى عندي الباسبور؟ الأول نتيجة الفيش تطلع، طلع لك شهادة ميلاد جديدة، وبعد كده بطاقة، وبعدها الباسبور، تخيلي مش أقل من 20 يوم كده، وبعدها تبقى اتولدتي من جديد. يا ريت. ثانك يو سو ماتش. يلا بينا. تمام. تعالى. اتفضل. انت غريب. طب بس بلغ الناس ان معاك حد. مفتون. ايوه. شوف انا جاي لك مين. هيكون امين شرطه. عادي يا اخويا متعوده. تعال. تعالى تعالى. عطوه. اه. وده ايه اللي جابه ده؟ طب سلم الاول. اهلا يا عطوه. ازيك يا ست الكل؟ اتفضل يا اخويا. اتفضل اتفضل. بيقول له ان اختك الحكومه قلب عليها الدنيا. عسليه؟ اه. والحكومه يا اخويا عايزاها في ايه؟ لا ده قبل ما اسيب بولاق بشويه، اصل انا سبت المحل بتاعي واشتغلت في صنايعي في محل تاني. انت هتقعد تلوك. عسليه الحكومه عايزاها في ايه؟ صار اتجوزت اتنين، واحد في اسكندريه وواحد في المنيا.
الاولاني سرقت منه فلوس والتاني خدت منه عيل صغير. ربنا يبارك لها. بس عيل ليه يعني؟ ده من سنه واكتر المخبرين ومناء الشرطه كانوا رايحين جايين علينا. صاحب البيت رمى العفش بتاعه وخد الشقه. ده لحد قبل ما امشي من بولاق كان برضه فيه وشوش كتيره بتسال عليها. وده بقى اللي خلاك تجيبه معاك وانت جاي؟ يا ستي ما عطوا قال لي ان انا اتحكم عليا بالاعدام غيابي، فقلت اجيبه عشان احلي بقه بلقمه. نور عطوا. الله يبارك لك يا معلم رشد. مستر رشد. مستر رشد. والله العظيم انا ما فاهم حاجه منكم. الله، في ايه يا فتون؟ الراجل عارف عننا كل اسرارنا، فبدل ما يدلدقها بره جبته عشان نحلي بقه بلقمه. والله العظيم ما فكرت في كده خالص يا ست فتون. لا رشد عنده حق. ويا ترى اتفقتوا بقى هتديله كام؟ لا انا قلت الاتفاق يبقى قدامك، يمكن يعمل لك خاطر. يا باشا والله العظيم انا ما هفتح بقي باي كلام. هو انا اقرع ونزي وكتاب الله يا استفتون. انا وانا نازل من بيتنا سبت الولايه 20 جنيه، ما انا قلت لك اصل انا سبت المحل بتاع البولاق وجبت انت هتلوك تاني؟ يعني السبوبه جت في وقتها. الحقيقه يعني في وقتها قوي، بس طبعا انا مبسوط ان انا شفتكم وانبسطت ان انا شفتكم يعني. ايه يا فتون، الراجل مش هيشرب حاجه ولا ايه؟ لا لا مش عايز والله. يا مش غريب ازاي؟ زي ما انت عارف ده كل لقمه. راشد فين الدبل؟ حلقتها يا ستي. مش شايفه ان شاء الله. ايه النصيبه اللي انت عملتها دي؟ ايه الواد اللي انت جايبه لي ده؟ باعه. يا نصيبتي السودا، هو انت جايبه عشان تقتله؟ ما كانش ينفع يجي لحد هنا واسيبه يرجع لي بحبل المشنقه. كان عليك من ايه بده يا اخوي؟ ما كنت تزوغ منه. ما كانش ينفع، كان لازم اقرره واعرف ايه موضوع عسلايه. وخلاص رجلي جابتني بيه لحد هنا، اقدر انا اعمل له ايه؟ لا مش هيحصل. ما ينفعش يمشي من هنا على رجليه. اسمع يا ابن الناس، احنا ساكنين هنا في عماره لا فيها دم ولا جثث. هتخرج بالجثه ازاي قدام السكيورتي؟ ولا كلمتين اللي قالهم على عسليه لحسوا دماغك وعموا عنيك؟ عسليه طلعت اوسخ مني ومنك، متجوزه اتنين وهي لسه على ذمتي. ما تستخمط عسليه بسخمار. الله، مش مهم هي دلوقتي، المهم اللي بره ده هنعمل فيه ايه؟ هعمل لك ايه انت اللي مش عايزين نخلص عليه؟ اسمع بقى، ما هو لو كان له نصيب يموت على ايدك يبقى مش هنا. هات فلوس. اتفضلي. كام دول؟ خمسه. حاسب. خليك هنا اوعى تتحرك. طيب. يا اهلا يا اخويا. اهلا. بص بقى بالصلاه على النبي، دول 5000 جنيه لا واللي جاي اكتر. ربنا يكرمك يا غالية. ربنا يكرمك يا اخوي. الا قول لي بقى اخبار ام ميزو ايه؟ انا داخل في 4 اشهر ما شفتهاش. اهو الحته بقت ضلمه والحاره ما بقليش فيها بقى رزق. عندك حق يا اخوي. الا واخد بالك انت من المطرح؟ شفت احنا اتغيرنا ازاي؟ بقينا فين؟ بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيدكم يا رب. ربنا يخليك يا اخوي. تشتغل معانا؟ ها؟ ده انا اتمنى. بس عشان تشتغل معانا مفيش راشد، بقى اسمه عادل فكري. مفيش ماستر راشد، بس انت لا مؤاخذه بقيتي ميسيز مين؟ انا فتون، وهفضل طول عمري فتون. لا هنا علي حق. انا من النهارده خدامك. شفا متشكر ده. قاعد لوحدك ليه؟ ولا حاجة. أنا أصلا مش عايز حتى أنزل بالسرير، طفيت الموبايل، مش عايز أسمع أي دوشة خالص. ليه بس؟ طب تعالى ننزل نقعد في الجنينة شوية. جنينة إيه؟
انا بقالي ساعه بتحايل على نفسي اقوم اخد شاور ومكسل. تقولي لي جنينه شاور؟ طب قوم. يلا ايه؟ قوم. هتقوميني برضو؟ هقومك. اه هحميك. تحميني؟ اه. لا لا ما ينفعش. تعالى تعالى. مش هينفع. ليه مكسوف مني؟ اه طبعا مكسوف. ليه مكسوف؟ انا زي بنتك. تعالى يلا حضر لك. لا 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 خليك انت خليك انت. انا هدخل اخد شاور واخرج بسرعه. خليك كذلك. ماشي. وادي قاعده. هاني انت لازم تسمع كلامي وتعمل اللي بقولك عليه. خد موقف. لازم تخلي بابا يطرد الست اللي عايشه معاه في البيت دي. تاني يا عمتي انا اصلا جاي عشان عرفت انه دخل المستشفى، وبعدين الست دي انا ما اعرفش عنها اي حاجه. ما انا قلت لك هي سبب في كل اللي حصل له. يلا حلوة دي. بس مستر مراد ما يعرفش ان حضرتك جاي النهارده. اه انا عامله مفاجأة. هو مراد فين؟ في اوضه حضرتك. طب انا هتخيل. بتعمل ايه؟ ايه ده؟ في حد يستحمى في 3 دقايق؟ اه انا. يا سلام. كنت تخليني انا اللي احميك. كنت هتعملي لي ايه انت بس؟ انت مجرمة. مجرمة ليه؟ عشان اسمك. هاني ازيك يا حبيبي؟ معقولة؟ تجد ازاي؟ الحمد لله على سلامتك. بابا ازيك؟ الحمد لله. عرفت انك تعبان فكان لازم اجي اطمن عليك. بس انت واضح ان صحتك بقت زي الفل. داليا ده هاني ابني صغير اللي في المانيا. هاني دي. اهلا يا داليا. ازاي صحتك دلوقتي يا حبيبي؟ كويس. انت مالك بتقولي كده؟ اوعى تكون فهمت غلط. لا ما فهمتش غلط طبعا. بس عمتي ليلى معايا بضع، هي اللي جايباني من المطار. عمتك؟ اه. طب انا عن اذنكم. نايس ميتينج يو هاني. نايس ميتينج يو تو. سودان يا حبيبي. اون كوم اوس. سودان ما تكلمني عربي. البس هدومك واستر نفسك كده وتعالى لي بره. استر نفسك دي. أنا زعلانة منك. أنا عارف. أنت ليه ما بتردش على مكالماتي والمسجز بتاعتي؟ حقك عليا. أنا قلقت عليك. قلت أجي أشوفك كويس وبتتهرب مني. ولا بعد الشر عليك تعبان. إحنا مش اتفقنا؟ اتفقنا على إيه؟ انا من البني ادمين اللي ممكن ينشغلوا فجاه يختفي. وانا ما اعترضتش بس افهم. ما هو مفيش طاقه ساعات كده. تعناني قوي. جديده دي اول مره اسمعها.
كل مرة بتبقى علشان سبب مختلف. أنا ليه؟ فضلت تلف حواليا، خلتني أتعلق بيك، عايزة أفضل دايما معاك. دلوقتي خلاص مفيش طاقة. أنا ما كنتش بصدق إن ممكن حد يتعلق بحد قوي ويبقى على طول نفسه يشوفه ويوحشه زي الأفلام والأغاني القديمة. لا، في أنت عملت فيا كده. الغريبة بقى إن أنا كمان حصل معايا نفس الحاجة بس مع واحدة تانية. هي كمان مشغولة بحد تاني. تشربي حاجة؟ أي حاجة. كده فهمت، انت كلمتيه وهو قطع تذكره وجاي من غير ما يبلغني، جاي تفتش عليا يا سيادتك. والله ابدا يا بابا، انا لما عرفت من عمتي انك تعبان وعملت قسطره كان لازم اجي اطمن عليك. وبعدين انا كلمتك وانا في المطار وتليفونك كان اوت اوف ريتش. ايوه انا اللي قلت له وقلت لسامح كمان. عمته، انا قلت لك ايه بابا؟ انا ما جيتش عشان كده. قالتك انها جت لي المستشفى وانا في حاله صعبه، وقعدت زعق وعملت فضيحه وتقول كلام سخيف. قلتي له كده؟ يا مراد انا كنت مرعوب عليك، ما قدرتش امسك نفسي لما شفتك تعبان كده. انا جيت يا هاني من بره لقيته في المستشفى وعنده زبحه، وعرفت ان الهبابه اللي اسمها داليا دي عايشه معاه، فهمني انت طبعا. انا قلت لك واحنا في الطريق ان ده عادي. عادي ايه انت وهي؟ يا ابني ما فيش بيني وبين داليا اي حاجه خالص. وحتى لو في حضرتك حر. لا بقى مش حر. يا ابني افهم، ما تبزق يا عمتك. داليا دي ليها ظروف خاصه خلتها تيجي تعيش عندي. يعني الموضوع او ملعبك حبتين. انت بتكذب يا مراد. لا احترمي نفسك، انا مش هسمح لك باي تجاوز، انا اخوك الكبير، ما تخلينيش اتصرف معاكي تصرف يبوظ علاقتنا للابد، مفهوم؟ هي باظت من يوم ما رجعت مراهق تاني، لا احترمت اسمك ولا سنك ولا قله الجرحي كلها. انا ماشي فيري ناستي، هل حد يوصلك؟ في 60 سلامة، سيبها تمشي يا عمته. سيبها تمشي يا ليلى. يا ابني مفيش حاجة بيني وبين داليا من اللي في دماغها ده. أنت متأكد؟ أصل اللي أنا شفته بيقول غير كده. مجرمة وبورنوس. أنت مش فاهم برضه، أنت مش فاهم. بص أصل الموضوع أنا كنت مكسل أقوم أخد شاور. حبيبي أهم حاجة صحتك. أهم حاجة صحتك. أصلها جميلة أوي. يوه بص أنا جاي مصر 24 ساعة عشان أطمن عليك وراجع. أنت لحقت. أيوة يا حبيبي، الولاد وطالعين برشلونة بكرة أسبوع. بس ما كانش ينفع اعرف ان انت تعبان وما اجيش اطمن عليك. الحمد لله على سلامتك حبيبي. يا فردوس اعملي لي حاجه اشربها. ازيك؟ ازيك؟ عامل ايه؟ ما رضيش طبعا يسمع كلام الدكتور واصر انه يجي. كويس انك جيتي. على فكرة انت شكلك بقيت احسن شوية. سامع بيقول ايه؟ لا مش سامع. 3 ساعات وهتمشي زي ما اتفقنا. طيب ازيك يا سعد؟ طيب عاملين القهوة بقى؟ ماشي، هشوف ايه ناقص ورقة عشان امضي. تعالى يا مختار. تعالى. انا كنت عايز اكلمك على الكومباوند الجديد. بص مختار، انا قلت لك مش هفتح باب الحجز لغاية لما تخلص كل حاجة. خلص. الو. ايوه نعيم. ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت متأكد؟ لا لازم اشوفك دلوقتي حالا. مسافة السكة. سلام. في ايه يا مختار؟ هقول لك بعدين. طب هكلمك عشان اطمن عليك. سوري.
مختار، يا مختار دايما مستعجل. هقعد عشان تقرط موضوع القهوة. القهوة جاية صدقني، القهوة جاية. يلا انجز عشان عدى من الثلاث ساعات ربع ساعة. عيني انا تحت امركم. قول له ما يزعلش بقى، ما عرفناش نوصله لحد ما قابلناك. خد يا اخويا اهو، اديني جبت الفلوس، اشتري له اكله حلوه وسجاير وحط له فلوس في امانات السيف. حاضر. حلاوتك يا موس، انا اتفقت مع الماستر ان انا هروح لعم علي بكره الصبح على طول. يا اخويا ما تنساش تقول له اني خفت اروح الزياره، لا تكون متراقبه ولا حاجه. لا 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 ما تقلقيش، علي بيفهم وبقدر برضه اللي احنا فيه. يا سلام عليك يا ست فتون، اصيله والله. امال ايه؟ راجلي وبحبه. وتروح تسجل اسمك قبل ميعاد الزياره، معلش هتصحى بدري. اوامر. خليك كلمني من المحمول لما تبقى هناك. المؤاخذه سؤال يعني، هو جوزك ما يعرفش الامل اللي انتوا فيها مش كده؟ يا حسره، وهيعرف منين؟ قول له انت بقى يا عطو، قول له احنا عملنا خميره حلوه ومستنيينه يطلع بالسلامه. اوامر. بقول لك ايه؟ تحط عينك في وسط راسك، انت رايح للحكومه نفسها، هتلاقي ناس راميه ودنها وكلام من ده، ركز الله يكرمك، وانت حلاق قد الدنيا وفاهم. علم ونافس. شكله هيعك الدنيا. لا لا لا. انا واثق فيه. هيودينا في داهيه ان شاء الله. ان شاء الله. والبنت كبير قوي كده ليه؟ هتحسدنا ولا ايه؟ انا بقالي ربع ساعه بتمشى. انما ايه المكان الجميل ده يا باشا؟ عشان تنبسط حبيبي. يا باشا هجيب لك كاس؟ لا يا باشا عفينا، ماليش في الخمره. ما تجيبلوش حاجه. عسليه سعيد ثابت محكوم عليها ب 10 سنين سجن في قضيه تعدد ازواج، وبطاقتها من سجل مدني ملاقوا العيله. بالراحه بس، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ من غير جنان لو سمحت. متجوزه ايه؟ متجوزه مين؟ يا باشا انا معرفش، بيظهر على الكمبيوتر الحكم بس، اي حد هيجي يستلم الفيش هيتمسك. انت متاكد؟ متاكد يا باشا، انا عارف. انا بقول لك ايه؟ خد دول. ايه دول يا مختار بيه؟ ده ما ينفعوش خالص. يا سيدي دول اللي معايا دلوقتي، هبقى اجيب لك تاني بعدين. يا باشا في اربعه شبكوا معايا في الحكايه دي، اتنين موظفين معايا في المكتب طبعا غير امين الشرطه اللي كان بيدور على الكمبيوتر الداخليه، غير العبد لله. يا سيدي لو 100 نفر هنراضيهم كلهم. ياه، هي عسليه دي مهمه عندك قوي كده يا باشا؟ مش عندي انا بس. يلا نستلم. ماشي يا باشا، على ميعادنا يا باشا. ماشي، سلام. يا مستر مروان، تأمرني بأي حاجة تانية؟ أنا ماشي. ماشي، رايحة فين يا فردوس؟ أنا قلت لحضرتك أنا بكرة إجازة. معلش أنا نسيت، اتفضلي. ماشي عن إذنك. قولي لي إيه داليا فين؟ داليا في أوضتها، هي تقريبا كده نايمة، أصحى لك؟ لا 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 ماشي. ماشي بعد إذنك. اتفضلي اتفضلي. هات لي الدرينك بتاعي يا مستر. تحت أمرك يا مستر مروان. شكرا. الو، ازيك يا معلم؟ عامل ايه؟ بقول لك ايه، انا محتاج منك خدمه ضروري. عايزك تسالي على واحده كده يعني تهمني. لا
لا لا اسأل أخوك. آه هبعت لك كل حاجة في الـ SMS. ماشي مستنيك. سلام. هات الحساب يا مينا. طبعا مش هترد يا مختار، عارفك. انت نمتي ولا ايه؟ لا 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 انا في الاوضه ما خرجتش. لا لا ما تخضيش انا كويس. لا طبعا مش مكسل اجي عندك ولا حاجه، انا بس مش عايز ازعجك، بس في نفس الوقت كان نفسي اسمع صوتك قبل ما انام يعني. عارف انا ايه البهدله اللي انت عايش فيها دي؟ ايه الكركبه دي يا عم مختار؟ ما تدقش. متعود. تسلم ايدك. صحيح البنت اللي انت قلت لي اسالك عليها اخويا في الداخليه
طلعت الدنيا مقلوبة بسببها. ليه؟ طلعت متجوزة تلاتة. تلاتة؟ اه تلاتة. واخر واحد ده بقى اللي الدنيا مقلوبة عليه بجد. ابن واحد من اغنية المنيا وكمان قريبه ومدير الامن هناك. وهي واخدة حكم بعشر سنين. عاملة لك ايه يا عسلية؟ بتسأل عليها ليه؟ ابدا. ماضية شيكات لواحدة قريبتي بمبالغ كبيرة. هنعمل ايه؟ طب قول لي قريبتك بقى دي تستعوض ربنا لحد ما تقبض عليها. بقول لك يا رمزي، ينفع تجيب لي اسامي الناس اللي هي اتجوزتهم دول؟ سهل، هكلمه بكره اكلمك اقول لك كل حاجه. بس هتعمل بيها ايه؟ ازيك؟ عامل ايه؟ حاسه اني قلقانه وخايفه. قلقانه وخايفه؟ ليه حصل حاجه ضايقتك؟ اهتمامك بيا ووجودي هنا جنبك مخليني مرعوبه انه يجي يوم وامشي. وتمشي ليه بس؟ انا خليك تمشي. أنا مش فاهم، ده مش وقت مكان في موضوع زي كده خالص. داليا أنا عايش معاكي أحلى أيام عمري. لكن أنا ما لكنش أصلا من ساعة ما اتشقت الأرض وطلعتي لي وخبطتك بالعربية وأنت بقيتي أهم حاجة في حياتي مش بإيدي. أنا مش فاكرة موضوع العربية ده، بس بليز يا مراد أنا مش عايزة أمشي من هنا. أنا مش هسيبك أبداً. ما تسيبنيش. تعالي. أنا مش هسيبك يعني مش هسيبك. أيوة حبيبتي أنا بركن ونازل. أنا أتعامل معاكي على إن مين؟ أنت مين؟ داليا؟ أجمل وش شفته في حياتي. أنا مش عارف أفكر في أي حد غيرك. ولا انتي حبيبة مراد أعز وأغلى واحد عندي في الدنيا. أسكت واستعبط طيب ولا كأني سمعت عنك أي حاجة؟ ولا أقول له اللي سمعته عنك والبلاوي المتلتلة اللي انتي عاملاها ومش فاكرة أي حاجة منها؟ ردي.
في ايه مالك؟ شفت كابوس ما فهمتوش. كابوس؟ طب اقعدي احكي لي. حلمت انك مش عايزني معاك هنا في البيت وعايزني امشي. كوبسي يا شيخه، الاحلام دايما بتتفسر بالعكس. ويلا قومي من فضلك اجهزي عشان احنا متاخرين على الشركه وعندنا مواعيد كتيره جدا. يلا. هي الساعه كام دلوقتي؟ الساعه داخله على 9 اهو، متاخر شويه يعني. معلش يا مراد، انا حاسه ان انا مش عايزه اروح الشركه النهارده. طيب خليكي، هستناك هنا. اقوم احضر الفطار. هو ده خدت الدواء؟ لا انا مش عايز اخد دواء بعد كده. مش حاجه اسمها. بصي داري انا قلبي زي الحديد الحمد لله، انا مش عايز دواء. ماشي ماشي، بس تاخد الدواء. اهو حضرته هنا، وحضر الفطار، تفطر وبعدين تاخد دواك. ايوه. ايه ده ايه ده؟ ليه ليه يا ساتر يا ساتر عليك؟ ليه كل ده؟ الدنيا فيها ايه ليه؟ صباح الخير عادل بيه. صباح الخير. ايه بس يا عطو، خش خش، الساعه الصبح وكل ده جرز يا اخي. وايه ده ايه ده؟ انت ما رحتش لعلي الزياره ولا ايه؟ تعالى تعالى قول لنا. تعالى. لا رحت. ولسه راجع بس. ما قابلتوش طبعا. ما دخلكش. علي خرج من السجن. ايه؟ هرب؟ لا طلع عفو نص المده. هرب؟ خرج. خد عشان تفوق. يعني ايه عفو نص؟ خرج خرج عفو. ادوله عفو نص المده. خرجوه. الدنيا مقلوبة على الراجل اللي انت خربقته في الشارع. الظاهر طلع حاجة مهمة، وكيل وزارة وكيل نيابة. أنا مش عارف بيعملوا معايا كده ليه؟ هو يلاقوا حد محل ثقة غيري يعني؟ طب أفهم أفهمها. بخلص على مين؟ وليه؟ وإيه المصلحة؟ وبعدين أنت مجنون يابا. ما كنت ترقاد له دير سلم اسانسير. انت مش كنت قلت لي عن زبون عشان اخلص عليه؟ قول لي حكايته ايه واخلص عليه امتى. انت عجبتك اللعب؟ كله من اللي علي. ماشي بس يا وش يا وش، انما رزع رزع، الصوت هيعلى والريحه هتتشم، وانت لو اتقفشت يا حلو مش هتلحق تزعل ولا تفرق معايا. عارف يا انسي، لما قتلت الراجل ده اني معرفوش حسيت اني استريحت. حسيت كده اني، حسيت اني خدت بطاري. طار؟ لا مش فاهم يعني. عايز اقتل الناس كلها. بقالي اكتر من سنتين ما شفتكش الصبح كده، دايما تعدي عليا اخر الليل. قول لي بقى جاي لي بدري ليه؟ مفيش، قلت اخد رايك في حاجه كده. انا قلت كده برضو. حاجه بخصوص واحده بنت. بجد نويتي مختار تتجوز؟ طب وماله؟ خلاص قول لي هي مين وانا اروح لامها النهارده. اتجوز ايه بس؟ اسمعيني. طب قول. في واحدة أعرفها عملت حادثة وخبطت دماغها خبطة جامدة أوي. يا ساتر يا رب. الخبطة دي أثرت عليها وخلتها تفقد الذاكرة، بقيت مش فاكرة حاجة خالص عن حياتها. ده شغل أفلام. يوه بقى. كمل كمل. أنا بقى عن طريق الصدفة اكتشفت إن البنت دي عاملة مصايب كتيرة جدا. جرايم
محكوم عليها وهربانه من السجن وحاجه سوء. اللي حصل ده قبل الحادثه ولا بعدها؟ قبلها طبعا. تمام. السؤال بقى انا اتعامل معاها ازاي؟ انا عرفت دلوقتي اتعامل معاها على اساس انها البني ادمه الجديده اللي عامله زي الطفل الصغير، ولا على اساس انها البنت اللي انا عارف انها هربانه من حكم ومجرمه؟ طبعا على انها مجرمه. وهنا قول لي بقى يا مختار، هي الحكايه دي بجد ولا تاليف؟ بجد، بيقول لك واحده يعرفها يبقى لازم يبلغ عنها. اولا يا سالم انت ما سمعتش الموضوع كله. ثانيا البنت اللي انا بتكلم عليها دي واحده غلبانه قوي وطيبه جدا، وفعلا مش فاكره اي حاجه من تاريخها. عايزني احاسبها على حاجات هي مش فاكره انها عملتها اصلا؟ مش ده يبقى ظلم عن الشيخ؟ فاكره بقى ولا مش فاكره، ما هي نفس الشخص، نفس الروح الشريره. يعني لو جات لها فرصه انها تاذي اي حد هتاذيه. والله اعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. كلامه ما عجبنيش. المهم انا اتصرف ازاي دلوقتي؟ لا انا ما اعرفهاش، انت اللي قابلتها وانت اللي اتعاملت معاها. اول مره احس ان مخي واقف مش عارف افكر. خلاص سيبك من عقلك وحكم قلبك. قلبي معاها، بس انا اقول له هو يعمل اللي يعمله. هتقول لي مين؟ انا همشي. هشوفك امتى؟ هكلمك. طيب بكم يا وائل؟ 45. 45؟ كتير قوي 45. أنا كنت بجيب بخمسة جنيه. خد يا واد 45 وخمسة عشان. متشكرين. يلا زكا. ازيك؟ أهلا. وحشتيني. هو أنت لوحدك؟ خليك في حالك يعني. ايه هو انت نسيت اللي حصل بينا ولا ايه؟ نسيت. وبعدين اتلم وخليك محترم يا اخوي. انا ست متجوزه. ولو ما اتلمتش وبقيت مؤدب عليا النعمه لاخلي جوزي يذبحك على باب بيتكم. جوزك؟ ده جنان بقى. طب ده احنا كنا حتى يعني ما كناش. واتلم يا اخوي. بدل ما اخلي ليلتك دي اسود ليله في حياتك. ايه يا فتور؟ زعايم مع مين؟ ده الواد بتاع السوبر ماركو. اصله منيل ب60 نيله. لو عارف جايب ايه ولا بينيل ايه. احنا هنروح لعلي امتى؟ علي مين؟ علي جوزك؟ لا علي لوز. انت حصل لك فقدان ذاكره؟ نبقى قولي انت اللي حصل لك فقدان ذاكره. انت مالك بتحور معايا كده ليه؟ يا ولي الله، مش قبل ما علي يخش السجن كنت قاعده معاه في الشقه والشقه خلاص راحت، صح ولا لا؟ هتنطقي صح ولا لا؟ صح. وقبلها مش كان قاعد معايا في شقه امه الله يرحمها؟ يو صح. انا مش فاهمه حاجه. علي تاه وسط مخاليق ربنا زي ما انا وانت تهنا بس كده. ايه ده؟ خد يا ولية نقول لنا كوبايتين شاي ولا اي حاجة. خدامة اهلك انا. شوفي ولية لسانك متبر منك. يا ولية اعملي لي كوباية شاي يا ولية. صباح الخير مختار. ها؟ انت فين؟ انا كلمتك ولا 100 مره ما بتردش عليا. بعدين. صباح الخير. لسه مراد سال عليه مرتين. ده اللي جواه؟ لسه ما جتش. انت فين يا مختار؟ بكلمك ما بتردش عليا، رحت فين؟ ابدا كنت بشوف حاجه كده مهمه جدا لازم احكي لك عليها. لا 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 حاجه مهمه ولا حاجه. اقعد. انا اللي عندي حاجه مهمه وعايز احكي لك عليها.
مختار. انت صاحبي قريب مني صح؟ صح. طيب في حاجه حصلت امبارح لازم اقول لك عليها. اتفضل. انا بحب داليا. وبعدين؟ بحبها جامد. امبارح كنا مع بعض. ما انتوا على طول مع بعض يا مراد. ليه ليه ليه؟ مختار ركز معايا. مع بعض يعني؟ مع بعض يعني؟ معايا. وانا قررت اتجوزها. نعم. تتجوزها ازاي؟ مش دي كانت؟ كانت متجوزة. بس هي دلوقتي اسمها داليا نور ومش ممكن تبقى حد تاني. افرض ذاكرتها رجعت لها. مش هترجع لها يا مختار، مش هترجع لها صدقني. صدقك ازاي يعني؟ لو كانت هترجع لها كان حصل ده من زمان وكانت افتكرت. يا مراد داليا دي واحدة كان عندها حياة كاملة قبلك ما نعرفش عنها. المهم يا مختار مش مهم بالنسبة لي، أنا بحبها جامد وما عنديش استعداد إنها تبعد عني خالص. أنا أول مرة بحس بكده يا مختار، أنا راجل عجوز برضو. أنا مش عارف إذا كان هتقدر تفهم ده. يعني تخيل نفسك تصحى تلاقي واحدة عايشة عشانك، عشاني يا مختار، بتأكلني وتشربني وبتحميني وتديني الدواء. طب انت فاكر مختار لما كنا في المستشفى؟ فاكر انها قعدت اسبوع بحاله ما بتنامش والست مش منتظره اي حاجه. يا مراد الست دي ليها ماضي. نسيته يا مختار، نسيته. صدقني. اصدقك ازاي؟ صدقني انا دلوقتي كل حياتها. انا مش شايف اي حاجه تجمع ما بينك وما بينها. يا مراد قاعد مش هينفع تتجوز داليا. خلاص نفضل زي ما احنا. والناس؟ ناس مين؟ ليلى اختك، ولادك، الناس هنا في الشركة. ليه يا مختار؟ الناس دي ولا فيهم واحد اهم مني. انا اهم حد هنا يا مختار. وبعدين الناس دي اللي عايزين مني ايه يعني؟ مستكترين عليا ان انا مبسوط مثلا؟ طب بص انا القرار خدته خلاص. داليا دي هتبقى بتاعتي ومش هسمح لاي حد ولا اي حاجه تاخدها مني. طب بذمتك انت مش حاسس ان انا مبسوط؟ انا اتغيرت؟ طب بلاش، انت كنت جاي عايز ايه؟ لا مش مهم بقى دلوقتي. مش مهم ليه؟ ما تقول تبوظت ليه يعني؟ يعني موضوع ما يجيش حاجه جنب اللي انت حكيته. داليا ايه اللي مقعدك هنا؟ تعالي اقعدي معايا. يلا تعالي نقعد. خير؟ كنت عاوزاكي في حاجه. قولي. عايزه اشتري هديه لمستر مراد. وطبعا انت بما انك عايشه هنا معايا فاكيد تعرفي هو بحب ايه وما بحبش ايه وكده. بس هو عامل لي معامله حلوه قوي وجاب لي حاجات كتير. يعني فكرت اجيب له حاجه كده تفرحه. انت عايزه تجيبي له هديه؟ بس ده سؤال صعب قوي. صعب ازاي؟ انت بقالك هنا كتير يعني اكيد تعرفي هو بحب ايه. بصي مستر مراد ده اطيب راجل ممكن اقابله في حياتي. كريم جدا. هو وعيلته اغنيه قوي من زمان. الفلوس دي عندهم كتير جدا. مش مخليهم محتاجين اي حاجه. هو عمره ما دخل عليا. بس اقول لك انا هعرفك ايه اكتر حاجه ممكن تساعده. ايه هي؟ الاهتمام. إن حد يهتم بيه. كتير بيشتكي لي إن ولاده ما بيسألوش عليه وبيغيب عنه لفترات طويلة. عشان كده أكتر اتنين بيحبوهم أنا ومستر مختار. أنت عارفة لو اهتميتي بيه هحبك جدا وكمان هتعوضي لي النقص اللي هو حاسس بيه. الواضح إن هو محتاج اهتمام. عشان هو بيهتم بالناس كلها. أقول لك على حاجة. أنت من ساعة ما جيتي هنا ومستر مراد اتغير تماما. فعلى طول يقوم مبسوط ويهزر. ده بيهزر معايا انا شخصيا. انت غيرتيه خالص. انا thank you.
Here we go. I have been following all the modification of the contract between our and your company, especially the third and the fourth terms, not to mention the $1 million penalty as per your request. Mr. Murad finds the fulfillment of the payment has to increase to 16 months. After that, it will be a pleasure to sign with your company. All right. Perfect. It was a pleasure to work with you, Mr. Murad. Pleasure is our. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you. Pleasure meeting you guys. Thank you. Bye-bye. Wassalam ya Saad. Thank you. مبروك يا مراد. الله يبارك فيك يا حبيبتي. I'm so proud of you. Thank you. الحمد لله على السلامة يا شفيق. مبروك عليك العربية الجديدة يا عم. الله يسلمك ويبارك فيك يا وسعادة. الرحلة كانت ناقصاك والله يا باشا. رحت لمينا يا اخويا؟ الشغلانة طلعت سهلة يعني؟ اه والله يا مدام، بصراحة الرجالة بتوعكوا قاموا بالواجب وزيادة. وانا قاعد على الكرسي بتاعي، الورق كله سعادتك جاي لحد عندي، ربنا يديهم الصحة. اللهم صل على النبي. دول 100,000 جنيه حق. عربيتك تستلمها بكرة، يكونوا الرجالة بس توقعوهم تراب السفر. تمام، طب ما تخلي سعادتك. حبيبي. خيرك سابق يا باشا. ربنا يخليك يا رب. ربنا ما يحرمني من سعادتك، ربنا يخليك. رجالة حبيبي. مش عايز حاجة؟ الله يبارك فيك، ربنا يبارك لك فيك. تسلم. تمرين حاجة يا مدام؟ لا هيوصلوك يا اخويا، اتكل على الله. تسلموا يا غالي، تسلموا لي، الله يبارك لكم. يلا يا رجالة، واحد بس والتاني يبقى معايا. بالراحة يا عمنا. نطمن بقى. تمام. برافو. مع اني ما كنتش موافق. كنتش متخيل الحركة البلدي دي هتعدي. يا باشا البلدي يوكل. يا صلاة النبي، ده احنا هنبقى اغنيه والاشياء هتبقى معدن. الغريبه بقى يا راشد، لما قلت الاجانب بره على حركه الكوك في عربيه المعاقين دي وافقوا على طول. ما الخواجات برضو بيفهموا يا اخويا والله. عام الشقاوه بقى اللي بجد، كنت باخد 500 جنيه على العربيه اللي زي دي. اول لما عرفت السكه دي ما بطلتش، والناس كانت فاكراها خدمه انسانيه. اللهم صل على النبي على الفكره الكافره بتاعتك يا معلم. وده يا معلم حلاوتك يا ماستر. يلا يا اخوي يلا. مبروك علينا 5 كيلو كوكايين حلال. حلال يا راشد. اه يا باشا، مش جايين عن طريق خدمه انسانيه. اه يا ولاد. جيت يا شفيق، ايه الخبر بقى عشان اتخضتني؟ عشان كده ما كانش ينفع اقول لك الكلام ده في التليفون يا مراد. اسمع، انت مرشح دلوقتي لوزاره الاسكان، والموضوع ده خلاص تقريبا اكيد. الكلام ده وصل النهارده الصبح. انا طبعا كنت عارف الكلام ده من بدري، بس كنت مستني طول اخته. انما المشكله بقى شركه المقاولات بتاعتك دي ممكن تعطل الدنيا برمتها. ما انت عارف برضه يا مراد، مش معقول هتبقى وزير وفي نفس الوقت اعتك اكبر شركه مقاولات في البلد. خلاص اكتبها باسم حد من ولادي. عموما انا جبتك هنا عشان اقترح عليك اقتراح زي ده، بس برضه يا ريت تشيل ولادك من الصوره. اه يا شفيق، بس انا ما اقدرش اسيب الشركه لاي حد يعني. لا ينفع ولو بشكل مؤقت يا مراد، ده لو انت عايز تبقى وزير فعلا. سيبني افكر. طبعا الاتفاق اللي عملناه مع الشركه الروسيه دي مكسب كبير قوي يا مختار. العقود اللي بيننا وبينهم بتقول ان احنا هننفذ المباني ونشطبها، وانا بفكر كمان ان احنا نستغل. مختار انت معايا؟ ايه انت مش هنا خالص. سوري انا سرحت. كملي. طب انا كنت عايزه اسالك حاجه كده. انا كنت عايزه اخد مراد ونسافر حته عشان يعني يغير جو،
تفتكر يحب يروح فين مثلا؟ مكان فيه بحر ولا جرينري اكتر؟ بيتهيألي لو انتي هتسافري مع مراد مش هتفرق كتير انتوا هتروحوا فين، لانه طول ما هو معاكي هو مبسوط. مختار، انت شايف ان مراد كتير عليا؟ اكيد لا، بالعكس. من غير مجاملة تقول يعني مراد والشركات دي كلها والمال ده كله يحبني؟ ما اظنش الراجل عنده اختيار قوي في الموضوع ده. لا مش فاهم. اي حد يا داليا هيقرب منك هيتعلق بيكي قوي وهيلاقي نفسه حواليكي، بس حتى لو يعرف 100 ست قبل كده هينساهم كلهم وهتفضل انتي بس. احنا كنا بنتكلم عن مراد صح؟ صح. خير يا سعد، ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله يا فندم. داليا فين؟ كانت في قسم التسويق دلوقتي يا فندم، كانت بتراجع بس العقود بتاعت الشركات الاجنبيه. طب خليها تجيلي لو سمحت. حاضر. سامح بليز افتح الماسنجر ونيد تو توك. ودلوقتي خير يا بابا؟ خير خير، مالك مخدود كده؟ ما ينفعش اطمن عليك ولا ايه؟ تحت امرك يا مراد باشا. انت عامل ايه؟ تمام الحمد لله. والبنوته كويسه؟ كويسه الحمد لله يا بابا. بص انا معروض عليا ان انا اكون وزير ومحتاج اتكلم معاك. وزير؟ وهتفرق معاك في ايه الحكايه دي؟ يا ابني انا محتاج اتكلم معاك، استشيرك اعمل ايه؟ خصوصا ان انا لازم اتنازل الشركه لواحد فيكم. بصراحة يا بابا أنا مش فاضي وعندي شغل كتير هنا، مش هقدر أنزل قبل 6 شهور على الأقل. 6 شهور؟ أيوة 6 شهور، مش أقل من كده. لا مستحيل. طيب خلاص، لا أنت ولا أخوك فاضيين لي، بقى هعمل إيه؟ طب هتعمل إيه قول لي؟ مالكش دعوة باللي أنا هعمله بقى، وسيادتك لما تبقى فاضي يبقى كلمني. يلا سلام. أنت غريب يا ابني غريب. في إيه يا مراد؟ مالك متضايق ليه؟ ابني كبير بقول له حبة وزير، بيقول لي دي هتفرق معاك في إيه؟ عشان خاطر ادم، ما ينفعش كده، اعصابك مجنوده. اناني جدا سامح ده يا داليا، انت عارفه ان انا اديته اكتر من 4 مليون دولار عشان يفتح شركه، وفعلا فتح شركه وبقى بزنس مان كبير، ودلوقتي لما احتاجه يقول لي اصل انا مش فاضي غير بعد 6 اشهر. طب هو الوزير شفيق مش قالك انه ما ينفعش تتنازل لاولادك؟ عايز منهم ايه؟ ما لازم يبقوا موجودين يا داليا، يعني انا لما اموت ما دي هتبقى شركتهم برضو. بعد الشر عليك. وبعدين انا موجوده اهو، خد رايي انا. ولا انا ما ينفعش يعني عشان انا سكرتيره صغيره في شركه سعادتك؟ والله انا ما كنتش عارف اعمل ايه لو ما كنتيش موجوده معايا يا داليا. كنت برضه هتبقى وزير وقدها وقدود كمان. ايه رايك في مختار؟ مين مختار؟ يعني انت بتثق فيه وبتحبه، نزل له هو عن الشركه. انا فكرت في مختار فعلا، وفكرت في اختي ليلى كمان. لا 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 لا، اهي دي بقى اللي ما تنفعش. ليلى ايه؟ ولا مختار كمان ينفع. مختار ده طائع مجنون، يعني مش قد المسؤوليه. انا مربيه صدقيني. باين من هدومه. طب ايه الحل؟ هي المساله ان الوقت ازف. عارفه لو حكمت ان انا ابيع الشركه دي انا هبيعها. انا عارفه ان الموضوع صعب قوي بالنسبه لك، بس برضو انك تبقى وزير دي اهم.
بس كمان ما ينفعش تتنازل عن الشركة كده وتضيع منك. وانا شايفاك كده مشدود قوي اليومين دول، ومش عارفة اعمل لك ايه ولا ساعدك ازاي. انا عرفت، هو فنجان قهوة كده يعدل مزاجك عشان تعرف تفكر كويس. فكرة كويسة جدا. انت هتفضل قاطعني يا اخويا بره كده وانت قاعد تعدلي في الفلوس في ايه؟ بقول لك ايه والنبي يا فتون، سيبيني 5 كده اظبط حالي وبعد كده اكلم معاكي. هسيبك 5 يا اخويا بس هات ال 50,000 بتوعي. خد اتفضل. ايه ده؟ ده احنا محتاجين نجيب دولاب غير الدولاب ده علشان يكفي. اهو الفلوس دي بصراحه عايز لها بنك، مش عايز لها دولاب. بنك؟ بنك ده ايه؟ ما احنا طول عمرنا بنحط الفلوس هنا. خطر يعني. خطر يا ست، خطر على الفلوس وخطر علينا. خطر؟ يعني ايه يا اخويا خطر؟ يعني انا زمان لو كنت اعرف ان في شقه فيها الفلوس دي كلها كنت قتلت 100 واحد عشان اسرقها. لا اسم الله عليك يا اخويا. خايف من الحراميه يا راشد؟ اه طبعا. ما خافش ليه؟ طب خلاص افتح حساب باسمي وحطهم فيه. لا بس ان هما 100 جنيه هتفتح بيهم حساب في البوسطه؟ ده الحكومه عشان متخبر بالفلوس دي هنروح في 60 ده. ثم ان انا ما سلمكيش ده يا فتون، الفلوس دي بالنص بيني وبينك صح؟ صح. وبعدين؟ بعدين ايه؟ في عربيتين جايين اخر الشهر، يعني الفلوس اللي انت شايفاها قدامك دي هتولد فلوس تانية، يعني احنا محتاجين نفتح حساب في البنك. ويا اخويا هتعملها بقى ببطاقتك المزوره؟ لا طبعا، لا ببطاقتي ولا حتى باسمي. لازم نشوف لها غرزه كده، ندور لنا على حد تقيل يظبطها. وانت يا اخويا تعرف الحد التقيل منين يا حسره؟ يا ست اللي يسال ما يتوهش. هات 10 كمان. ليه؟ هات من اللي عليكي. واكسى عليا. انا بشوف حاجه واكسى. يا ساتر على دي وليه؟ يا ساتر. انا ما اقدرش اعد الستات اللي عرفتهم في حياتي، كانوا كتير اوي. ليه بقى انتي بالذات تعملي فيا كده؟ ما حصلتش اني اقعد اشرب وافكر في واحده موجوده مع راجل غيري. مشكلة انه مراد، عارف لو مش هو ولا كان يهمني.
كنت هعرف اخليك تسيبيه. انا عارف ان اقدر. ايوه انا مغرور جدا، بس ما اقدرش اقف قدام مراد. ولا اقدر اقول اللي عرفته عنك. لما بشوفه معاكي الاقيه فرحان مبسوط، عامل زي عيل لسه في الجامعه يوف. انت تخرجي من دماغي خالص وهبطل افكر فيك تماما. انت بتاعت مراد بس خلاص. توقيع سعادتك هنا يا فندم. هنا؟ أي يا فندم. مبروك يا فندم. مبروك يا فندم. هروح أسجله في المكتب يا مراد بيه. على إذنكم. رسمياً؟ بعد ساعة واحدة من دلوقتي هتبقي صاحبة أكبر شركة مقاولات في الشرق الأوسط يا داليا هانا. هانا؟ لا ده على الورق بس. هو مختار فين يا عبد الحميد؟ أنا بحاول أكلمه طول النهار مش بيرد عليا يعني. مش عارف يا فندم، حضرتك تؤمر بإيه؟ أنا عايزك تجيبه من تحت الأرض وتيجي أنت وهو 9 بالليل عندي في البيت. تحت أمرك يا فندم، بس أقول لمختار إيه السبب؟ أما تيجوا هتعرفوا. أوامرك يا فندم، أستأذن حضرتك. اتفضل. النهارده بالليل انت هتبيع حرم مراد الجرحي، وبعد كام يوم هتبيع حرم الوزير مراد الجرحي. ايه رايك؟ انا طبعا فرحانه قوي، مش مصدقه نفسي. اللي بتعمله ده جنان يا مراد. اللي بعمله ده اعقل حاجه عملتها في حياتي. مع الوزير. ازيك يا شفيق؟ لا ده كويس. لا مبسوط شويه. بقول لك ايه يا شفيق؟ انا كنت عايزك تعدي عليا في البيت الساعه 9 بالليل النهارده. النهارده. ايه؟ وفجأة. اما تيجي بقى يا شفيق هتعرف. طيب. مع السلامة، مع السلامة. داليا، تيجي نروح نتغدى برا؟ هات المفاتيح معاك بليز. أحلى كوباية شاي لأحلى إيهاب باشا في الدنيا. حبيبي يا أبو راشد. حبيبي. بص يا راشد. آه. الباشا اللي أنت رايح تقابله ده يخوف.
خوف ازاي يعني يا باشا؟ باكل عيال صغيره. بص يا رشد، باشا ده انا اعرفه بقالي سنين. الراجل ده مفيش اي حاجه اتغيرت فيه. الراجل ده اللي فرق معاه ثوره، ولا حكومه اتغيرت، ولا سعر الدولار طلع ولا نزل. الحاجه الوحيده اللي انا متاكد منها ان الراجل ده يقدر يعمل اي حاجه، حتى الناس اللي حواليه لا يعرفوا بيشتغل ايه ولا مع مين. يا باشا تمام، ما قلناش حاجه، هي خدمه اطلبها منه وياخد اللي هو عايزه، مش ده الميري؟ تمام، وانا مفهمه كده. بس الراجل ده لازم تتعامل معاه بادب، ده مش موظف حكومه مرتشي بيخلص لك مصلحه، لا ده باشا وانت رايح تطلب مساعدته. باشا فاهم والله، انا مش تلميذ، باشا يعني واحد من الكبارات يعني. وابقى خد فتون معاك. لا فتون يا باشا مش ناقص، انت لسه بتقول لي راجل من الكبارات وبتاع، فتون دي تفضح بلد، اخدها ليه؟ مش فاهم. البت دي دمها خفيف وهتفك القعده. ماشي، فهمت قصدك، المدام بتاعته تبقى موجوده يعني، فهمت. هتفك القعده برضو ولا ايه؟ فتون اصلا فضيحه مش هاخدها. ماشي. عايز فلوس؟ مفيش مصلحة ولا ايه؟ انا المصالح بتاعتي ما بتعطلش، ولا قصدك مصلحتك انت؟ اللي بريحهولك بتاخد عليه كام؟ مالكش فيه؟ لا ليا فيه. مش هو دين؟ يعني ليه اخر؟ لا لسه بدري، ما تقلقش. لما يخلص أبلغك. شغلانتك اللي جاية كمان أسبوع. اتفقت عليها بس لسه ما عربنتش. يلا كابيلو. ما ينفعش ما تجيش يا مختار. اتصرف عبد الحميد، قول له اي حاجه، قول له ما عرفتش اوصل له. اكيد مراد بيه عايزك علشان نقل ملكيه الشركه. نقل ملكيه الشركه ده ايه اللي بتقوله ده؟ ايوه يا سيدي، مراد بيه النهارده الصبح اتنازل عن الشركه لداليا بيع وشراء. نهار اسود. في ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ مالك يا مختار، في ايه؟ ازاي تسيبه يعمل حاجه زي كده من غير ما تقول لي؟ اهدى اهدى، الموضوع مرتبط بترشيح لوزاره الاسكان، وبعدين يا اخي انا مش قريب قوي من مراد بيه يعني علشان اناقشه في حاجه زي دي، ثم انا فاكرك عارف. اعرف منين يعني؟ ومين بقى الولد اللي خد العربيه دي؟ دي بقوله فات يا اخويا. شفت فضحينا بيركنها يعني في امان؟ ايوه نعم. مساء الفل، احنا تبع الباشا. باشا سيبوه. مساء الخيرات يا باشا. تعال. مين دي؟ دي معايا يا باشا. معاك؟ مراتك؟ لا يا باشا، دي مرات ابن عمي وشريكتي. اسمها ايه؟ فتون. فتون، حلوه الفتون دي. يا حلي ايامك يا فخامه. فخامه؟ حلوه فخامه دي، وجديده كمان. وانا عادل. اهلا يا عادل. اشربوا يا عسل. اي حاجه من الازايز دي اجربها يعني. ده انت مجرمه بقى. نوم يا ابني كاسين. خليكي جربي حاجة من الحاجات دي. عسل. خير يا عادل؟ خير يا باشا. أنا كان معايا قرشين كده كنت عايز أحطهم في البنك باسم سعادتك. كام؟ 20 مليون. 20 مليون؟ حتة واحدة؟ عايز تغسلهم أنت ها؟ يعني اشرب عادل. طب بص يا عادل بقى، ال 20 مليون دول مبلغ مش مهم. روح تاجر بيهم في الخرده او عند قطع الغيار المستعمله. في سماسره بيعملوا كده على فكره، وفلوسك هترجع لك ورا. لا الواضح بقى ان انت مش فاهمنا.
طب ما تفهمني. الباشا اللي قاعد قدامك ده قبل ما يبقى باشا كده كان شقي حبتين. انت عليك احكام عادل؟ لا يا باشا، عادل معلوش حاجه، انا اصلا اسمي راشد. فهمت، يعني انت جاي اللي عايز اسم جديد ورق سليم، تمسح صفحتك القديمه وتفتح صفحه بيضاء. الله ينور عليك يا باشا. 4 مليون جنيه. وانا كمان عايزه. انت ايه؟ عليك حكم فاشر حكم. انا عايزه اقرب يعني، ومش هدفع ولا مليم طبعا. ما تجيب لنا شويه من ده اسمه ده ايه يا باشا؟ ده حلو قوي. خمره. ما تجيب لنا شويه خمره. خمره. ما تجيب لنا شويه كده. تسلم. انا فكرت فعلا ان انت ممكن ترفضيه وممكن يبقى فيه. لا يا مراد، انت عارف كويس قوي ان انا هوافق. عارف ليه؟ ليه؟ عشان انا ماليش غيرك. بس انا ما بفكرش فيك يعني بالطريقه دي، جواز وكده. طب خلاص، انا هتصل للناس واعتذر لهم، الناس اللي كانوا على وصول دول. يا مراد لو سمحت فهمني، انت عندي اهم من كده. انت ابويا واخويا وجوزي، دول اللي انا مش فاكراهم. وبعدين اللي انت بتفكر تعمله ده غلط. غلط ليه يا داري؟ يا حبيبتي انا عايز اتجوزك مش عشان انتي ست حلوه بس. انا اتنزلت لك على الشركه عشان بثق فيكي، عشان انتي حد مهم جدا بالنسبه لي، وعايزك تفضلي كده على طول معايا. فقلت نعم كده بشكل رسمي يعني قدام الناس ببساطه. طب ليه دلوقتي؟ عشان انا عايز كده. ده لو انتي عايزه كده. قلتي ايه؟ ايه؟ بالرفاق والبنين ان شاء الله. مبروك يا مربي. مبروك يا مدام. مبروك يا مولانا. الف مبروك يا مراد. الله يخليك يا معالي الوزير. مبروك يا عروسه. الله يبارك فيك. الف مبروك. انت جوزت راجل عظيم، لازم تخلي بالك منه بقى. انا عارفه. مبروك مربي. الله يبارك فيك يا عبد الحميد. انا فرحه على دالي الاسبوع اللي جاي، ها؟ وكلكم عازمين. اكيد يا فندم. انت كمان يا مولانا. طبعا يا فندم، ده مش عايزه كلام، استاذن انا حضرتك. اتفضل. شكرا. انت ما باركتش لمراد بيه ده؟ انت ازاي تبقى عارف ان هم هيتجوزوا وما تقوليش؟ طب مراد بيه ما قاليش. انت مالك في ايه؟ مفيش. مبروك يا مراد. الله يبارك فيك يا مختار. مالك؟ مفيش، تعبان شويه بس. انا همشي. امشي؟ تمشي تروح فين؟ لسه هنتعشى ولسه في السهر. مش عارف مالي من امبارح، مش قادر. معلش. تصبحوا على خير. مبروك. طيب هكلمك. مختار ماله يا عبد الحميد؟ يا فندم والله مش عارف، هو كان كويس لحد ما جه هنا. ما تعشونا بقى يا جماعه، عاوز اروح انام. اه طبعا. اخبار العشاء ايه يا مدام؟ الاكل جاهز وسخن. طيب يلا بينا. اتفضل. اتفضل يا فندم. اتفضل معالي الوزير. اتفضل. وحشتني. انبسطت لما قلت لي ان انت عايز تشوفني. انت ما بتتكلمش ليه؟ متضايق. متضايق من ايه؟ مراد كتب كتابه النهارده. مراد اتجوز؟ داليا؟ وانت ايه اللي مضايقك؟ انا عارفه انك بتحب داليا، وانا مش عيله صغيره، اكيد عارفه انك بتحب داليا. كان
شكلي باين قوي ان انا متضايق وانا بسلم على مراد بعد كتب الكتاب. حاولت اكون مبسوط وما عرفتش. سبت المكان وجريت. كل ما اكتشف انا قد ايه متعلق بداليا خط. انا بحبها مش عارف ابطل. كرهت مراد. ده محسسني بذنب فظيع. مراد ده له فضل كبير جدا عليا. تقريبا حياتي كلها هو اللي عاملها. عايزين ان احنا نحب حد ما حسش بينا زي كده. بس انا فرحانه ان انت كلمتني وانت في موقف زي ده. بس انا حبيتك قوي يا مختار. يمكن انت ما حسيتش. أنا أشتر منك. تعرف إيه؟ عشان عرفت أبقى معاك. أنا لسه راجعة يا سامح من شرم الشيخ حالا وصلت عند بابا في الفيلا. نو واي. انت بتقول ايه؟ مش ممكن اخليه يتنازل عن الشركه. اقفل انت دلوقتي عشان وصلت اهو. هخلص وهكلمك. يلا باي باي. مدام ليلى؟ مراد فين؟ هو من وش؟ مستر مراد موجود حضرتك. خير؟ خير يعني ايه؟ وانتي مالك؟ حضرتك الوقت متأخر جدا، الساعة دلوقتي 1:30 بعد الليل. قلت زوجة اليقطة بتاعتك دي. بقولك روحي اندهيله، مراد فين؟ حضرتك هو نايم. صحيه. مالك متنحة كده ليه؟ روحي صحيه قولي انا عايزاه هنا ضروري. يلا. مش هينفع صحيه يا مدام ليلى. مش هينفع؟ فهمت. انتي محرجة تدخلي عليه أوضة النوم؟ قذارة يا مراد. مراد يا مدام ليلى، ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده. انت هتقولي ينفع وما ينفعش؟ روحي نجري يلا ندهيله. انت نمت؟ فتشالي كوينة. ايوه فردوس. انا اسفه والله يا مدام، بس مدام ليلى اخت البيت تحت وعماله تزحق وفتح الدنيا. طيب طيب روحي انت، انا صحي مراد واقول له. اوكي. مراد. مراد. قوم شوف البلد اللي بره. مراد. اصحى مراد. مراد. يا مراد. 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 مراد يا فردوس. اسود. مراد. مراد اصحى. مراد. لا اصحى يا مراد. مراد. مراد يا مراد. يا مراد اصحى يا مراد. لا اختفت زي ما قلت لحضرتك بالظبط. الحفله خلصت على حوالي الساعه 12 بعد نص الليل، وبعد كده هم طلعوا اوضهم. يعني كانت دخلته؟ دخلت ايه وهباب ايه؟ دي بقى لها اكتر من سنه مرميه عنده في البيت، اكيد هي اللي قتلتها. اهدي يا مدام لو سمحتي. استاذ عبد الحميد. فندم. انت سبت الحفله مع الضيوف ومشيت، مش كده؟ مظبوط يا فندم. المرحوم امبارح كانت حالته ايه؟ يعني كان متوتر؟ متضايق؟ جاله مكالمه تليفون ازعجته؟ خالص يا فندم، بالعكس تماما. دي كانت ليلة لطيفة جدا، وزي ما قلت لحضرتك معالي الوزير شفيق الجمل كان موجود معانا وشهد على عقد الجواز. بس هو في حاجة لازم حضرتك تعرفها. مراد بيه امبارح الصبح اتنازل عن شركته ال داليا هانا. يا بصيرتي
يا بزبتي السودة، الحقيقة بايا فردوس أكيد هي اللي قتلته بعد ما اتجوزها عشان تاخد كل حاجة. مش معقول، مش معقول يا هانم اللي حضرتك بتقوليه ده. انت تخرس خالص، ما اسمعش صوتك، انت كنت عارف كل حاجة بينهم، امال هي هربت ليه؟ سابت الفيلا ليه؟ حضرتك انا لما طلعت لهم امبارح عشان اقول لهم ان مدام ليلى تحت، هي ساعتها كانت لابسة بورنوس، انا مش عارفة هي غيرت هدومها امتى ولا طلعت حتى من انهي حتة. انا خلصت يا بنت حد ايه؟ ايه الاخبار يا دكتور؟ ما اعتقدش ان في شبهة جنائية، ازمة قلبية حادة. ده اللي واضح من خلال الكشف المبدئي والمعاينة للجثة، والتقرير المفصل هيبقى بعد التشريح. شكرا يا دكتور. بعد اذن حضرتك. حبيبي مستر مراد. بسرعة شوية يا ابني. يا حبيبي يا مراد. يا حبيبي يا مراد. قتلتك المجرمة يا مراد. قتلتك المجرمة. شفتي الأخت؟ قتلته. قتلته. يا حبيبي يا أبويا. بسرعة يا ابني أنت وهو. الموضوع ده في ايه؟ ايوه طبعا يا ماما، معقول مستر مراد يموت في نفس اليوم اللي بتنزل لها عن الشركه وكمان يتجوزها؟ انا مش مصدقه. مفيش حل تاني غير كده. مستر مختار بقى لله يا فندم. نعم. تشد حيلك يا مختار. شكرا استاذ عبد الحميد، عايزك دقيقه بعد اذنك. خلص كده. شد حيلك يا مختار. الله يرحمك يا مربي. الله يرحمك. مختار انا نويت اوقف نشاط الشركه. ليه؟ هو ايه اللي ليه؟ المرحوم اتنازل عن الشركه بيع وشراء غالية، وهو مات وهي اختفت. ما هو انا كنت جاي علشان اسالك في الشكل القانوني بتاع الموضوع ده. عاوز تعرف ايه؟ هي دلوقتي الشركه خلاص بقت بشكل رسمي تعدلي طبعا، والعقود اتسجلت امبارح، بس المشكله ان ليلى اخت مراد اتهمتها بقتله، محدش عارف هي فين دلوقتي. يعني لو مراد طلع مات موته طبيعيه يبقى الشركه لسه بتعدلي. شوف يا مختار، هو الموضوع اللي حصل ده رغم انه عجيب وغريب ومحدش ينفع يصدقه، لانه قانوني 100% بالفعل. ليلى دلوقتي هي الصاحبة الرسمية للشركة. أقول لك حاجة كمان، أنت عارف إن داليا من حقها إنها تورث في باقي ثروة مراد؟ لأنها أرملته. تصور، بين يوم وليلة، بين يوم وليلة الست دي بقت مالتي مليونيرة. شاكر جدا يا أستاذ عبد الحميد. دلوقتي قدام صورته، أنا عمري ما هسامحك حكاها إنك سبته يعمل كده فيه وفيني. حميني بقى عمتي، من فضلك سيبيني في حالي. يعني كنت منعته إنه يعرف البني آدمة الحقيرة دي، ما كانتش ضحكت عليه وكتب لها الشركة وقتلته وهربت. إحنا ولاد الجرح يحصل فينا كده. كلامك متناقض جدا. هتقتله ليه؟ جوزته، لا الشركة.
ليه تقتله؟ ليه؟ ايوه يا سامح. لا مفيش جديد. معرفش، هنستنى بقى نتيجه التشريح. لا البنت ما زادتش. معرفش يا سامح، معرفش. انت هتيجي امتى؟ طيب طيب يا سامح ماشي، مع السلامه. اخوك جاي امتى؟ لسه هيشوف. اول تيكت هيلحقها هيجي فيها. هو الوحيد اللي يقدر يخلصنا من البلوه دي. هيعمل ايه يعني؟ هيعمل أي حاجة حافظ بيها على فلوسكم اللي المجرمة دي قتلت مرات عشان تاخدها. قال يعمل إيه؟ قال اللي حصل ده مفيش حد يصدقه. مراد عمل تنازل عشان ترشيحه للوزارة سوري يعني. أنا لما عبد الحميد قال لي إن التنازل اتعمل والشركة خلاص ملكيتها اتنقلت، قلنا لازم نتأكد من الشهر العقاري ان العقود اتسجلت هناك. وبعد ما اتأكدنا يعني ايه اللي هيفرق؟ الله يرحمك يا مراد، كان أحلى إنسان عليا في الدنيا. عارفة يا داليا، مراد كان بيحبك أوي. عارفة. والله جنان، حد كان يصدق إن أنتي اللي أنا قابلتها من سنة؟ قصدك ايه؟ قصدي مين كان عارف ان انتي ما بين يوم وليلة هتبقي من اغنى اغنياء البلد؟ لا اغنى اغنياء ولا حاجة، انا عايز ارجع الشركة دي لولاده. لا 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 لا، القرار ده ما يتاخدش اصلا. ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ هو انتي مش كنتي مراته؟ والراجل مات وانتي على ذمته؟ من حقك تورثيه. لا انا الفلوس ما تهمنيش يا داليا. لو سمحتي لو سمحتي، قرار زي ده تفكري فيه كويس قوي قبل ما تاخديه. طيب مبدئيا كده احنا لازم نطعن بالتزوير على العقد ده. يا سامح بيه، يا سامح بيه، انا كنت شاهد على توقيع العقود وبيع الشركه لداليا، والمرحوم والدك كان مصمم ان التسجيل يتم في نفس اليوم، وبما ان الطب الشرعي اثبت ان الوفاه طبيعيه خلاص اصبحت الشركه من حقها. بس الطب الشرعي قال انه خد منشط جنسي، يعني هي السبب. ده قانونا ملوش اي معنى. بابا مات وداليا على ذمته. قصدك ايه انت راخر؟ ما اقصدش حاجه، بس ده اللي حصل. داليا دلوقتي ممكن بمحامي صغير تعرف تثبت بسهوله جدا ان الشركه ملكها. زي ما الاستاذ حميد قال، العقود اتسجلت. شركة ايه دي اللي ملكها؟ انا مش عايز اسمع حد بيقول الكلام ده خالص. ما تتكلم يا عبد الحميد، ايه الحل؟ يا جماعة يا جماعة، انتوا ناسيين ان داليا بعد الوفاة اختفت. عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان انتوا مفيش قدامكم غير انكم تنتظروا لما تظهر وبعدين تتفاوضوا معاها. مش هيحصل. اللي اسمها داليا دي مش هتاخد جنيه واحد من فلوسنا. يا سامح بيه، داليا متأكدة وعارفة كويس ان الشركة مكتوبة باسمها صوريا، يعني ممكن جدا بعد ما تظهر تتنزل لكم عنها. هو انت مجنون يا عبد الحميد؟ انت عايز واحدة جربوعة جاية من الشارع لا لها اصل ولا فصل تتنزل عن ثروة نزلت لها كده من السما عشان خاطر عيوننا؟ مفيش حل غير ان احنا نقابلها ونتفاوض معاها. لما تظهر بقى. بقالي كتير ما اكلتش كده. انا والشيف. ميرسي. على فين يا بنتي؟ كملي اكل. حبيبتي ميرسي قوي على العشاء. تسلمي. ان شاء الله. صحة وعافية. هات هات عنك يا حبيبي. اتفضلي. اللهم لك الحمد والشكر. الحمد لله. معلش يا ابو سلم بقى. بقالنا كام يوم متقلين عليك ومبيتينك بره البيت. لا يا سيدي. دفتك على راسنا. سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما معناه: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ربنا يبارك فيك يا ابني. حبيبي يا رسول الله. طب انت ليه مش عايز تيجي تقعد معايا في شقتي؟ لا يا عم شكرا، ربنا انعم عليا من فضله بالاخوة والاحباب الكتير. والله انا ما عارفة اقول لكم ايه، انتوا كرمكم ملوش وصف. ست العفو. ماشي يا امي، انا همشي وان شاء الله اشوفك بكره على العشاء. خلاص خلي بالك على نفسك يا سالم. ربنا هو الحافظ.
ربنا يحفظها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أعمل لكم الشاي. أخوك ده طيب قوي. هو الطيب وأنا الشرير. بقول لك إيه؟ هو أنا هفضل مسجونة هنا لحد إمتى؟ يعني كلها كام يوم إن شاء الله و... تقرير المعمل الجنائي يكون خلص و... ويحفظوا التحقيق ده إذا كان مراد الله يرحمه مات موتة ربنا. هو أنت شاكك إن أنا اللي قتلت مراد؟ أكيد لأ يعني. طب وبعد ما التقرير يطلع؟ شوفي انت بقى عايزه تعملي ايه؟ والله انا شايفه ان اول حاجه لازم اعملها ارجع الشركه لاولاد مراد. تلاقيهم وصلوا مصر كمان. انت اتجننت يا بنت انت ولا ايه؟ شركه ايه اللي ترجعيها؟ انت عارفه الشركه دي راس مالها قد ايه؟ 500 مليون جنيه، نص مليار. بس مش من حقي. هو ايه ده اللي مش من حقك؟ ولا من حق ولاده؟ انت عارفه ثروه مراد بره الشركه خالص تسوى قد ايه؟ فلوس كتير كتير قوي. الشركه دي ما تجيش ربعها اصلا، وانت عملتي حاجات كتير حلوه لمراد. اعتقد الشركه دي من حقك. وانا ينفع اعمل كده؟ انت لازم تعملي كده. مراد الله يرحمه كان أهم بني آدم في حياتي، وأنا عارفة كويس قوي قد إيه الشركة دي خدت من حياته ومن اهتمامه. عشان كده أنا بقول لكم في أول اجتماع ليا بيكم إن كل حاجة هتمشي زي ما كان مراد عايز، وكأنه عايش بالظبط. أي عقود، أي مستندات، أو حتى أي شراكة، القرار فيها هيكون زي كأن مراد موجود. وانا عايزاكم تساعدوني عشان ده يحصل. داليا هانم، في زياره ضروريه جدا لازم تحصل للبنك علشان نسجل توقيعك، لان ده اللي هيتم بيه صرف الشيكات اللي باسم الشركه. مفهوم. وامتى المفروض ده يحصل؟ ممكن يا فندم بعد الاجتماع مباشره. تمام. بعد اذن حضرتك، احنا بعد وفاه المرحوم مراد في عقود كتيره جدا لازم ناخد قرارات فيها، لان دي مرحله تانيه. لا برافو، قاعده على كرسي بابا وكمان عامله اجتماع. هو انت فاكره نفسك بقيتي صاحبه الشركه دي بجد ولا ايه؟ انتوا دخلتوا هنا ازاي؟ اطلب الامن يا سعد. انت بتطلبي لنا الامن يا حراميه يا واطيه؟ والله لا ارجعك الشارع اللي جيتي منه، هترجعي الشارع ده. هانم اهدي يا ليلى. بس انت ليلى هانم ما يصحش ده. انت اللي ما يصحش. هو ايه ده اللي ما يصحش يا استاذ عبد الحميد؟ ابوك يا سامح بيه. ويا ترى فين مختار بيه؟ وايه رايه في اللي بيحصل هنا ده؟ الامن فين؟ امن؟ انت فاكره الخطه اللي عملتيها عشان تاخدي اخويا وتموتيه وتسرقيه هتكمل؟ ليلى والله هدخلك السجن. ليلى هانم سامح بيه، احنا ممكن ندخل المكتب نتكلم بهدوء. مكتب ايه؟ دول يطلعوا بره. بره؟ مين ده اللي يطلع بره؟ انت اللي تقومي تطلعي بره. قومي من على كرسي بابا. انا هطرد. بص ليلى هانم، دي شركه اخويا ومش هطرد شركه مراد. انت بتتكلم ولا ايه؟ انا قومي بقول لك انا هطرد. معلش يا ليلى مراد كبير عليكي قوي الكرسي ده. يلا انت اللي هتقومي بره. شركتي وهاخدها، فاهمه؟ هاخدها. بس ايدك يا ليلى، بس ايدك شدي. انت مجنون؟ انت جننت ولا ايه؟ بس ايدك. اتفضلي. كبير عليكي قوي يا واطيه، ترجعي الشارع اللي جيتي منه. اتفضلي. طيب يا جماعه، احس كده الاجتماع خلص، تقدروا تتفضلوا.
انت اتاخرتي عليه اول مره دي. انا عارفه، انا خلاص مش هسيبه تاني ابدا. وحشتني قوي يا حبيبي، ان انا ورايحه تفضل في حب ومفيش حاجه هتبعدنا عن بعض ابدا. فعلا هتاخدي شاهين النهارده؟ اه خلاص هاخده، مفيش سبب بقى يمنع انه يكون بعيد عني. مدام سلوى انا مش عارفه اشكرك ازاي. انا يوم ما جبت لك شاهين اول مره لا كان معايا ورق ليه ولا كان معايا فلوس. اللي انت عملتيه معايا ده مش هنساه لك طول عمري. ربنا يقدرنا على فعل الخير. فاكره يا لبنى اليوم اللي انت جبتيه فيه؟ اه طبعا فاكره، دي كانت اصعب حاجه عملتها في حياتي. انا مش ممكن هنسى شكلك وانت واقفه بتعيطي على باب الدار لما سلمتيني شاهين. ماشي، هو كله بيعدي. المهم ان الواحد دايما يدور على فرصه يعوض فيها اللي فات. طب وموضوع الدار اللي كان على بابا اللي هربكم من بلد لبلد؟ ها؟ لا لا، الراجل مات. انهي راجل؟ الراجل اللي كان عايز يقتل جوزي، وخلاص دلوقتي هيرجع لداره وبيته. والحياه اللي كانت ضايعه مننا رجعت لنا تاني. خلاص بعد كده مفيش حاجه هتخوفنا. مدام سلوى انا مش عارفه اقول لك ايه. ما كانش في مكان امن من هنا احط ابني فيه. هيعز عليا فراقك قوي، بس ان شاء الله من هنا ورايحه نبقى نزورك انا وشاهين. ان شاء الله يا حبيبتي تنوري. يلا يا حبيبي يلا بينا. هاشم سيد الجزار عند اربع مطاعم امرتجي، عايش ما بين العجوزة وشبرا. عناوين الأربع محلات بتوعه. مصاريف الشغلانة. ما بتنطقش ليه؟ بفكر. الراجل ده بيرجع من الدهب. البدله تحت البيت. لا انا مفكر في حاجه تانية. عايز الاقي فطون راشد. لسه فاكر مراتي؟ الست الوحيده اللي حبيتها في حياتي. وراشد ده مش بس ابن عمي، ده أخويا اتربى على كتافي. كل ما كنت بلف وشي ما اشوفش غيره. احنا عايشين في بلد فيها 100 مليون بني آدم، فيها كحور ياما وشقوق ياما. ومسير الحياة هيتلاقى. هيتلاقوا يا أنسي. أنت عارف إن أنا متجوز وعندي عيلة؟ معرفش عنهم حاجة بقالي 5 سنين. اللي شبهنا ما ينفعش يبصوا لورا، لو بصوا لورا يرجعوا. ألو، أهلا سيادة الوزير. أنا كويسة الحمد لله، زي حضرتك؟ وبرضو عزوماتك كترت قوي الفترة دي. لا إن شاء الله طبعا هاجي. مختار؟ آه مختار هقول له طبعا. أكيد أكيد هيجي. آه آه آه. لا مش فاهمة مين الناس دي. اها اوكي ماشي.
لا طبعا هاجي. اوكي شكرا على العزومة. مع السلامة سيادتك. مع السلامة. لسه ما ردتش عليك برضو؟ لا لسه. انتوا مش كنتوا مع بعض في الشركة؟ سبتها ليه؟ قالت لي عندها مشوار مهم. هي سابتني من هنا والوزير شفيق جمل كلمني من هنا عامل لنا عزومة ولازم نروح. يا رب تكون هي. اهلا يا داليا. بسم الله ما شاء الله. مين القمر اللي معاكي ده؟ ده ابني. طيب حافظوا جوه. لو سمحت يا مختار. يعني كل ده كان كدب؟ بتستعبطيني؟ انا هو مراد؟ انت ايه؟ شطانه؟ على فكره انا عارف كل حاجه عنك. عسليه. عسليه؟ اه. مش راشد الغول البلطجي كان جوزك؟ ولا محروس سواق التاكسي بتاع اسكندريه؟ ولا طارق ابو الواد اللي نام جوه؟ لا انا مش فاهمه حاجه. وانت ايه اللي سكتك كل ده؟ عشان حمار غبي. اكتر من سنه انا عرفت عنك كل حاجه بعد ما عملت لك الفيش. عارفه سكت ليه؟ عشان صعبتي عليا. قلت ازاي واحدة ناسية كل حاجة في حياتها اللي فاتت نيجي احنا نحاسبها عليها كده؟ ليلى كان عندها حق. انت اللي قتلتي مراد. انت اللي قتلتيه. خلصت؟ لا ما خلصتش. انا لغاية دخلتك عليا بالواد على ايدك وكان ممكن اعمل اي حاجة علشان ادافع عنك. ان شاء الله لو حياتي. على فكرة أنا مش حاسة بالذنب ولا أقعد أعيط لك وأقول لك سامحني عشان حياتي كان كلها ظلم قبل كده. أنت اتجوزتي تلاتة وتعبت عليا. لو سمحت اسمعني ما تقاطعنيش. أنا البني آدم اللي واقفة قدامك دي بقالها سنين بتجري وخايفة وهربانة وكل ما ألاقي مكان أستخبى فيه من الشر اللي بيجري ورايا الاقي الظروف بتجبرني اني اهرب واجري تاني لغايه ما لقيت مراد. وكان لازم اعمل اللي اعمله. وانت على فكره اللي ساعدتني. انت هتخرفي؟ انا ما بخرفش. يوم ما مراد خبطني بالعربيه كنت هربانه من المنيا من طارق ابو ابني وبرده بعد ما انكشفت. انا فاكره الليله دي كويس قوي. كنت انت والدكتور ومراد واقفين حواليا في المستشفى. سألوني انت مين؟ وساعتها انت سألتني وانت ناسي اسمك ولا ايه؟ كأنك بتديني المفتاح اللي اكمل فيه بعد كده. ده اسمه جنان اللي انت بتقوليه ده. ما هو مش ده بس الجنان اللي حصل في حياتي. انا قدامك يا مختار وانت عارف عني كل حاجة. انا كل اللي انا عايزاه اني مهربش تاني وعايزاك تساعدني على كده. مختار انا عارفه انك بتحبني وانا تعبت. انا اللي قابلته في حياتي مفيش بني ادم يستحمل. ما صدقت الاقي فرصه اعيش فيها مع ابني بامان. ولو انت هترفض تساعدني عايزاك تديني فرصه. فرصه ليه؟ انا هرب تاني. أربعة مليون جنيه هيجننوني. تسلم ايدك. انت هتدفع اربع ارينة للراجل الباشا الكبير ده؟
ما تدفعش ليه؟ 4 مليون كتير قوي. ده 100,000 150,000 بالكتير نشتري بيهم سجل مدني من بابه. انت مش فاهم حاجة. أنا بشتري لعبتي. أنا مش فاهم. هتدفع 4 مليون في ورق مضروب إزاي؟ خد بالك من روحك. الراجل ده حوت كبير قوي. مين قالك الورق مضروب؟ الورق أصلي وأصلي الأصلي كمان. الفكرة مش في الورق. أمال في إيه؟ في الحماية. راجل هيحميني. يعمل لي كل اللي أنا عايزه. يا سلام. يا سلام لو بقيت واحد من رجالته. بس الراجل ده برضه كبير قوي. الواحد يخاف يقرب منه يهرسه. يا الله. نولع بقى. ولع. لا والله. أو النعمة يا نعمة. قال لهم أنا شفت العفريت. قالوا له يا راجل. قال لهم الكلب قرب عليا. قرب بصيت له قلت له أنت كلب يا كلب. قال أنا كلب. يا روي. رحت برضو تدور عليهم؟ يسير الحقيقة لا يا يونس. أوصل له. شكلك مش عاجبني من ساعة عملية امبارح. مكنش الراجل صعب عليك؟ لا ما تخافش. مش هيغلى على اللي خلقه. عاش يا وحش. ده بقى علي روي. أجدع راجل هتشوفوه. دي نسرين. بيدلعوها النسر. ودي نعمة. واللي يكرهها نعمة. هيقعدوا معانا في العزبة يومين ثلاثة. لا مش أقل من أسبوع يا أنس. تعال تعال. مش عايز. عايز أريح شوية. يا غدع ما تبقاش رزيل وتعال. فك عن نفسك حبتين شكلك شقيان. تعال. سلام يا أنس. وماتوا يا أنس. رايح فين؟ وينك أنت؟ ما قلتليش. هو أنت هوائي ولا مائي؟ أرض يا حبيبي. النسر انقض عليه. رشا. 4 مليون يا باشا. أنا بقى نفسي منى عيني أبقى راجل من رجالتك. فين فتون؟ نعم؟ فتون؟ القمر اللي كانت معاك المرة اللي فاتت. هي مش اسمها فتون برضه؟ آه فتون. أنا بقى عايز فتون دي. أنت مش قلت لي إنها شريكتك؟ آه. شريكتي ومرات ابن عمي واخت مراتي. الاتنين مع بعض. بص بقى يا رشد، انا بحب الستات. في ناس شايفه ان الموضوع ده عيب فيا، بس انا الصراحه شايفه ميزه. بقى انا بقى ما بحبهمش وما بحبش اغامر بيهم. طيب انا بقى مش هظبط لك الورق ولا هامن لك فلوسك في البنك الا لو فتون جت لحد هنا. طب وصلت لك يا باشا ان ده مش هيحصل. انت حر. والفلوس. وقتك خلص. قوم سيبوه. انا مش عايزه ده. تكتب البيانات اللي عايزها تتكتب في ورقك وتبعتها مع فتون. ده لو عايز ورقك يتعمل. يلا يا حبيبي. تساعدني على كده. انا عارفه انك بتحبني.
تقوموا نطلع نقعد مع المعلم أنس برا والجماعة نشرب كاسين. معلم أنس؟ لا مش عايز. طب أنا بقى بايتة معاك النهاردة. قلت مش عايز، خلصت. هي مين فتون دي؟ تعرفيها منين فتون؟ أنس قال لك عنها أي حاجة؟ أنس ما جابش سيرتها، البت ياسرين قالت لي إن أنت ما بطلتش تتكلم عنها طول الليل يا أخويا. بنتك سعيدة يا دودي. وكتاب الله اللي نجيت، أنا كان ناقص لي تكة وقعتهم في زمارة رقبته ما سيبوش غير وهو مفرفر. لولا بس العصابة اللي حواليه. ثبتني في الأربعة مليون وقال لي وممشي. وبعدين خلصت على ايه؟ ما تردي يا راسل. حيوان. قال لي انه مستنيك تروحي له وانه مش هيخلص المصلحه غير لما تعدي من تحت ايده. لو على كده سهله يا انت بتقول ايه يا وليه انت؟ هو انا قلت حاجه؟ ما انت اللي بتقول. بعدين بيني وبينك كده انا كنت بدور على سكه تخلوا بيها، اهو اللي طالب. وهي علقة تفوت وانت هتبقى مبسوط. اقسم بالله ابطحك بدي. تجننتي؟ انت نسيتي اني رحت للخنزير ده بسببك؟ نسيتي وينش يا فتون؟ وينش اللي قبل عليكي؟ وينش اللي ذبحته بسببك؟ فتون الكلام ده انا ما سمعتوش وما يتقالش تاني. كتك خير والنبي هترجع مبسوط مبسوط مبسوط. عجباني قوي المزرعة بتاعتك يا معالي الوزير. دي منورة بجورك يا رالي. ثانك يو. أهلا. أعتقد إن كان لازم تقولي مين هم ضيوفك قبل ما تجيبني ليهم. ما كنتش هتيجي لو عرفت إن إحنا موجودين هنا. أنت عارف يا داليا مراد الله يرحمه كان بالنسبة لي إيه؟ كنا إخوات وولاده دول زي ولادي بالظبط. طبعًا أنا عارفة قد إيه المرحوم كان قريب منك عشان كده شهدك على عقد جوازنا وقال لك على حاجة ما قالهاش لحد. إزيك يا هاني؟ أهلًا داليا. سامح عرفتك من الصور. انت مش جايه هنا عشان تتكلمي، انت جايه علشان تسمعي وبس. سامح وهاني عايزين يتفقوا معاكي على حل مرضي، انك ترجعي لهم الشركه وتاخدي مبلغ مناسب. والحقيقه انا شايف ان ده فير قوي وحل مناسب للطرفين وممكن يتم بهدوء كده وبدون اي مشاكل، وانا اضمن لك نزاهه الصفقه. انت طبعا عارفه ليه مراد كتب لك الشركة بدون دخول في التفاصيل يا دانيا. المنطق بيقول انك لازم ترجع لهم الشركة. هو وجهة نظر حضرتك ممكن تكون صح وممكن تكون غلط. يعني ايه؟ يعني الشركة دي بتاعتي بالقانون وكل الناس بقت عارفة كده اوريدي. هو انت بتستعبطي؟ نعم. انت فاهمة شركة زي دي راس مالها كام؟ صورة زي دي يا دانيا ما ينفعش تاخديها عشان قضيتي ليلة مع بابا الله يرحمه. هي مش ليلة واحدة على فكرة، ده كان جوزي. وبعدين هو اتنازل عن الشركة بمزاجه، محدش ضربه على ايده. تمن الوقت اللي قضيتيه مع بابا هتاخديه ما تقلقيش. واحدة زيك تستاهل كذا ألف جنيه. بس أنا هديكي 10 مليون وتتنازلي عن الشركة. وإلا أقسم برحمة بابا. وإلا إيه بقى؟ ده بيهددني يا معالي الوزير. مفيش تهديد ولا حاجة، اسكت يا سامح. أنا عارف أنت بتلف وبتدوري على إيه، بس المبلغ اللي أنا قلته مش هيزيد ولا مليم. اسمعي يا ست أنت. اسمع أنت. أنا شرعاً ليا فرصة أبوك التمن. والتمن ده بقى بره الشركة يسوى 2 مليار. بس أنا عشان ست محترمة ومتربية وبنت ناس مش هعمل كده. أنا هعمل درينك لنفسي.
احتفظ بس بالفيلا عشان ذكرياتي اللي فيها كانت حلوة قوي مع بابي. يبقى هقتلك، هقتلك. ترى اللي انت بتقوليه ده موتك ورحمة بابا. هقتلك. سجل التهديد ده عندك يا معالي الوزير، بما انك رجل قانون وواحد من اهم موظفين الدولة. طبعا انت في حمايتي يا داليا طول ما انت هنا في بيتي. مفهوم. انا متشكرة قوي يا معالي الوزير. المقابلة انتهت. باي باي. هو انت طول ما انت قاعد عايز حاجه كده؟ خضيتني. في ايه؟ انا قاعده مستنيه الباشا. طيب نستعجل الباشا. اخاف واكش من دلوش. ما بدي حلوه. الله، حاجه جميله. عارفه لو ما كنتيش جيتي أنا كنت بعتت اللي يجيبك من المكان اللي أنت فيه. لا مؤاخذة يعني قاعدة على كرسي. لا ما يهمكيش يا عمر. وأنت يعني تعرف مكاني منين؟ الشقة الإيجار اللي في مدينة نصر، مع إنكوا أساساً من بولاق، بس جوزك تاجر مخدرات وراشد ده محكوم عليه بالإعدام. إيه بس بس بس، تعرف ده كله منين؟ هو أنت بتشتغل إيه بالظبط؟ تكونش بتشتغل في الداخلية؟ لا لا لا، السؤال ده ناس قليلة قوي اللي في البلد اللي يعرفوا إجابته. عارفة ليه؟ ليه؟ أصل أنا شغلتي سر. سر؟ طب والنبي أنا بحب أعرف السر، قولي. بس كده راشد يقلق علي. ليه؟ هو مش هو اللي بعتك برضه ولا؟ لا يا أخويا فاشر، إزاي يعني يبعت؟ طب بالك لو عارف ان انا هنا انا وانت لا يكسر عظمي دي حتت حتت. قطع ايديه. اسم الله عليك. امر. شكرا. الله يخليك. رد عليك ولا لسه؟ مغلق برضه. شبكة. تلاقيها في المترو. مترو ايه بس انت رخر. هلا يا مصر، انت قلقان عليها قوي كده ليه؟ قلقان عليها ايه؟ ده انا قلقان منها. دي فتون دي تودي مرستاه. طب انت رايك شاي ولا ايه؟ لا مش عايز. طيب قوم روح. طب انا كنت عايز اراجع معاك حسابات الاسبوع اللي فات. لا فيا دماغ لاي حسابات بعدين. يلا اوامر. ليلتك كويسه. ليلتك فل. الله يخرب بيتك يا فتون.
كنت فين يا فتون؟ وقفت تليفونك ليه؟ مالكش فيه، كنت مطرح ما كنت. هو انت فاكر اني على ذمتك ولا ايه؟ كنت فين يا فتون؟ كنت في اللي في دماغك عند الباشا. هتفضل طول عمرك واطية. طب ما انت اول ما عرفتني عليه كنت عارف ان ده هيحصل. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ الحق الحق يا حبيبي، النبي ما تخاف. انا قلت للباشا انك اول ما تعرف اني رحت له هتموتني من الضرب عشان يعني تفضل راجل في عين وشنبك ما يتأثرش. عارف الفرق بيني وبينك ايه؟ اني جاي عدل مع نفسي، لكن انت عمال تحور. خافش يا اخويا، عايز تعمل الشريف العفيف اللي بيحافظ على شرف ابن عمه وبيدور على مرته اللي بيحبها. اعمل اللي انت عايز تعمله، بس ما تعملهمش عليا. لا يا فتون، انا ما كنتش عايزك تروحي له من الاول، وانا مش واثق قوي كده. وخلصت، سامعاني؟ خلصت. ليه صدقتك؟ تكميلة غور غورة تاخدك يا معالي الوزير. انا اتهددت في بيتك واقفة اهو في حفلتك بس احتراما ليك. مدام داليا، ارجوك يا دولة موقفي وعقبال العرض اللي اقترح عليك سامح وهاني. مع احترامي ليك، انا صاحبة الشركة، مش هقبل بضغط من اي نوع. ما تتسرعيش يا داليا، ولو عاوزين اتفاوض عشان نرفع قيمه المبلغ انا ما عنديش مانع. شفيق بيه، انا اسفه جدا بس لازم امشي. قلت اسلم عليك، لازم اسلم عليك. تمشي ايه دلوقتي يا سوها؟ اعرفك بدالي هنا. اهلا وسهلا دالي. اهلا وسهلا. انا اسمك لحظه. سالي؟ ايوه سالي. امال ايه داليا دي؟ مين داليا؟ داليا دي تبقى انا. ايه مش فاهمة؟ يعني ايه داليا تبقى انت؟ وايه موضوع الشركة اللي انت صاحبتها دي؟ انا مش فاهمة حاجة. دي شركة مراد الجرح للمقاولات. انا اعرفه، ده راجل محترم جدا. الله يرحمه، انا ابقى ارملته. الله، هو انت مش متجوزة؟ لا، ما انا ما فيش وقت اتكلم في الموضوع ده دلوقتي. فاكره لما جيت لك البيت اخر مره وكريم طردني؟ انا ساعتها ما زعلتش منك، بس انا من يوميها اخدت قرار اني ابعد عن الشر وفضلت اهرب منه لغايه ما بقيت داليا اللي قدامك دلوقتي. مدام سهى، انا بترجوكي ما تقوليش لحد على القصه دي. أنا تعبت قوي قوي عشان أبقى اللي قدامك دلوقتي. متخافيش بجد، أنا بحبك وأنت عارفة إن أنا بحبك من زمان. أنت بالنسبة لي داليا من النهاردة، مفيش سالي. أوكي مدام سهى، أنا عمري ما هنسى الحب اللي أنت حبيته لي، ولا هنسى الأيام دي. خلي بالك من نفسك. انت خارج ولا ايه؟ احنا اتفقنا ان انت هتصخي فيا. هتروح فين؟ النادي. طب ممكن ما تاخرش عن ساعتين لو سمحت؟ اوكي. مش هتصدق بقى، انا شفت مين امبارح. مين؟ سالي our servant، فاكرها؟ اللي انت طردتها دي. اكيد فاكرها.
هي بقت شغاله عند الشفيق ولا ايه؟ شغاله ازاي بس؟ دي بقت مليونير. فاكر فؤاد الجاحي البيزنس مان؟ انت شفته معايا مره. اتجوزها وكتب لها الشركه وبعدين مات. انا مش فاهم حاجه. ولا انا. بس شيز تشينجد، بقت حاجه تانية خالص. غريب قوي اللي انت بتقوليه ده. قبل ما احنا نسافر كانت متجوزه واحد اسمه راشد، وكان هو الدراج ديلر اللي بيجيب لي مخدرات. عادي اتطلقت يعني، ما فيهاش حاجه. وبعدين اي تولد يو زمان شيز فيري سمارت ومستنيه فرصتها، وهي جت لها. I'm very happy for her. انا ممكن اخد العربيه؟ تاخد العربيه؟ شو؟ بس انا مش هتحرك لحد ما ترجع، اوكي؟ متاخرش. I trust you, huh? يلا. Enjoy yourself. Don't be late. حاضر. فكرت في اللي احنا اتكلمنا فيه، وبصراحة مش شايف حل يناسبني غير اللي انت طلبتيه. انا لازم افضل جنبك. انا بحب كده ليه؟ حتى بعد ما عرفت كل البلاوي السودة اللي انت عملتيها، انا فعلا لسه بحبك. لا مش هينفع يا مختار. انا عايزك تقف جنبي، بس ده مش معناه انه اي راجل تاني يدخل حياتي. انت مش عارف انا خايفه ازاي. حد يبقى عنده الشركه دي وكل ده ويخاف؟ ولاد مراد اتفقوا مع الوزير شفيق انه يضغطوا عليا وياخدوا مني الشركه. يعني دعوة الوزير كانت علشان تقابلي سامح وهاني. وهددوني. قالوا ايه؟ قالوا كتير. سامح ده لو كان يطول ياخد مسدس يضربني بالنار ما كانش قال لا. ولا هاني قعد يقول لي انه ده كله تمن ليلة مع ابويا. هي كانت ليلة وكان جوزي. بس يا مختار ما حصلش بيني وبينه حاجة. أنا كنت عاملة نفسي قدامهم إنه مش فارقة معايا وجامدة ومش خايفة، بس أنا كنت مرعوبة من جوايا. ده متوقع من ولاد مراد، طبيعي يعملوا حاجة زي كده. أنا غلطت إن أنا ما جيتش معاكي. بس كنت هتعرف منين؟ مختار أنا بجد مرعوبة. بص يا داليا، انت بقيتي صاحبة شركة، ده أمر واقع. بس أنا عمري ما كنت أتخيل إنه كل ده ممكن يحصل معايا. مش عارفة أتصرف ولا عارفة أعمل بالفلوس دي إيه والشركة. أنا فعلا مش عارفة أتصرف لوحدي يا مختار. أنا عايزك تقف جنبي وتسندني. أنا فكرت أديك فلوس عشان الموضوع ده، بس لا ثانية واحدة، أنا فهمت إن أنت أكبر من الموضوع ده بكتير. عارفة يا داليا، أنا جيت النهاردة علشان أطلب منك إنك تتجوزيني. بس يظهر إن أنا معاكي ببقى دايماً خطوة متأخر. لأول مراد، ودلوقتي مش عايزاني اقرب منك. يا مختار افهمني، الموضوع مش فيك انت، لا انت ولا غيرك. ده انا اول مره احس ان انا ينفع اقول لا. ودي
تاني بقولها. وانا موافق. موافق على ايه؟ اكون تحت امرك لغايه لما تغيري رايك. ولو ما غيرتش رايي هتغيري؟ من ساعتها بطلت سجاير. بجد بطلت سجاير؟ برافو برافو. انت كده بقى ندور لك على عروسه وتقعد في البيت. ايه ده في فتره غيابي بقى دمك خفيف شيء عظيم. ميرسي يا طيب 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 هزرنا والحمد لله على السلامه والحاجات دي كلها. لازم نسكور دلوقتي حالا عشان انا حاجتي خلصت وبموت من امبارح. بيس اتكلم حد نسكور منه. طب يلا كلم عطو. لا عطو لا عطو ده كافر اصلا. وبعدين ليه عندي 5000 جنيه؟ لو كلمته هيقعد يقول لي هات ال 5000 جنيه وانا بصراحه مفلس. واعملوا حسابكم اسكورت النهارده يا هتبقى على حسابك يا هتبقى على حساب الاستاذ. انا ممكن اتكلم راشد خليه يعمل معاكوا كادو. أصلا هو بين أصحابه قوي واحتمال قبله بالليل. راشد فاكرين يا جماعة السيرفنت اللي كانت عندنا مرات راشد كان اسمها سالي؟ مالها؟ بقت مالتي مليونيرة. نعم طبيعي. مالتي مليونيرة ازاي؟ طبيعي. أنا قعدت مع راشد وهو بيديل شارلي بملايين فطبيعي إن مراته تبقى مليونيرة. لا ماما قابلتها في حفلة كبيرة وعرفت منها إنها بقت صاحبة شركة عقارات كبيرة جدا ومتجوزة دلوقتي حد تاني غير راشد. هو بيزنس مان كبير اسمه مراد. ايه يا عم الفتي اللي انت بتقوله ده؟ المهم القصه دي ما تشغلنيش خالص. انا اللي يشغلني دلوقتي يا انت تكلمي دلوقتي راشد عشان نسكور يا اما حد يكلم اي حد نسكور دلوقتي. بالظبط. قد ايه الحياه دي كانت ممله قوي يا جماعه. انا كنت في ازمه كبيره معاكم الحمد لله خرجت منها. انجوي انتوا وبسطوا وسكوروا واعملوا حاجات كده وابقوا ما تكلمنيش. باي باي. تشاو تشاو. الولد ده ليه بقى تقيل قوي كده ليه؟ تلاقيه بس فرحان عشان هو لسه مبطل. كلها يومين ويرجع يضرب تاني اصلا يعني. هما اللي بيبطلوا بيبقى دمهم تقيل قوي كده. مش عارفه بقى مش عارفه. صباح الخير. ازيك يا مختار؟ ازيك يا سامح؟ اتفضل. ازيك اشربوا ايه؟ قهوه سالم. نسكافيه. بابا الله يرحمه كان بيحب المكان ده قوي. الله يرحمه. الله يرحمه. انا عارف يا مختار انك كنت بتحب بابا علشان كده لغايه دلوقتي انا مش قادر افهم الموقف. والله انا سامح اللي مش فاهم انت عايزني اعمل ايه بالظبط. تقف جنبنا تساعدنا نرجع الشركه وبعدين اللي انا عارفه ان انت قريب جدا من اللي اسمها داليا دلوقتي. وداليا ما عندهاش نيه انها تتنازل عن اي حاجه. بس احنا ما قلناش تتنازل. انت هتقدر يا مختار تخليها تمضي على اي ورقه او شيك من غير ما تاخد بالها؟ ذمتك انت متخيل ان انا ممكن اروح اعمل حاجه زي كده؟ مختار احنا في ورطه كبيره ولازم نحلها. واللي سامح بيقدمه لك ده هيبقى ديل. ديل ايه بقى؟ هدي لك 25% من اصول الشركه وكمان كرسي في مجلس الاداره. ايه رايك؟ مش فاهم سامح هتديني حاجه مش بتاعتك ازاي يعني؟ انت رايح فين؟ اقعد احنا بنتكلم. ايه ده؟ مع السلامه. ده اتجنن غالبا. يلا بينا يلا. وادي شهاده الميلاد وادي البطاقه. الف مبروك يا عادل بيه. الباشا الكبير مبسوط منك قوي. انت وفتون. يا معلم في ايه؟ هو اللي قال لي كده برضه؟ راحت له الجزمه من ورايا. انا كنت خلاص مش عايز الورقه واستعوضت ربنا في الاربع مليون. والله وعليته بايه بتستعوض ربنا في 4 مليون جنيه يا راشد؟ تعبيط يا راشد. هي كانت مراتك ولا ايه؟ قفل ونبي يا هاب على الحوار ده خالص. طب مراتك اسمها سالي؟ سالي؟ لا غريبة. كريم قال لي انها كانت شغالة عندهم وانها اسمها سالي. كريم رجع؟ اه قابلته الصبح في النادي
وقال لي ان مامته شافتها في حفله كده. عسليه؟ سوري؟ سالي يعني سالي كملي. بس كده هو ده اللي قاله لي. كريم. فين ماما قال؟ مين لسه صاحي؟ مين لسه صاحي؟ معقولة بتطبخي بنفسك؟ اه بطبخ بنفسي يا حبيبي. هات رجلك الحلوة دي. إيه؟ البس. يلا يا دوسة لو سمحتي طلعي نام. يلا على النوم بقى. عشان احنا بقينا متأخر. يلا. تطبخي ايه؟ زي ما انت شايف كنت بطبخ طبيخ كمان. تحولي هنعمل ايه في موضوع الفيلا يا مختار؟ انا خايفه لا يطردوني. اظنش. لا الفيلا دي تمنها بالكتير ما يجيبش 20 مليون جنيه، واعتقد يعني لو عملوا كده هنطالبهم بالورث. هما بيعرفوا يحسبوا كويس مش هيعملوا حاجه زي كده. بقى انا بحب المكان ده قوي. اول مره جيت على الفيلا مع مراد كان ساندني على كتفه واحنا راجعين من المستشفى، ويوميها قال لي ادخلي البيت بيتك. عمري ما كنت اتخيل ممكن ده يحصل بجد. كل ما افتكر ان انت قدرتي تقنعيني انا ومراد وكل الناس انك مش فاكره اي حاجه، بصراحه اخاف منك. ولا ممثله في اجدع فيلم. مش كده برضو؟ ما انت فاكر ان دي اصعب حاجه عملتها؟ ده انا مره في المنيا قعدت شهر ما بنطقش، عامله فيها خرصه. بس والله كان غصب عني. أنا ساعات لما بفتكر الأيام دي أحس إن أنا كنت واحدة تانية مش أنا. طب تصدق إن ولا حاجة من دي كانت مترتبة؟ كنت لابسة 100 وش في بعض. ويا ترى بقى اليومين دول أنت لابسة أنهي وش فيهم؟ مع شاهين ابني انا لبنى، وفي الشركه انا داليا. ساعات كتير بفتكر وبتوحشني زينب في اسكندريه. كانت ايام هدوء. بس تعرف مين اكتر واحده وحشاني فيهم؟ عسلية. كل ما ابص في مرايتي بشوف عسلية. عسلية اللي هربت منها. ساعدني يلا. انا فتحت لك الكيس. افتح دي كمان. تاني؟ ايه يا راشد؟ انت ايه اللي جايبك في وقت متاخر زي ده؟ وعرفت ان انا رجعت من السفر؟ في ايه دلوقتي يا راشد؟ في ايه؟ ما تتكلم معايا يا ادم، بتكلمني كده ليه؟ اهدى يا راشد اهدى. انا ما بقاش ليا علاقه باي حاجه ليها علاقه بالضرب ولا باي. انا مش جاي الضايف. ماشي يا سمر. انا عرفت من سمر ان انت وامك شفت عسليه. عسليه؟ اكيد سمر بتقول اي كلام. انا لسه راجع من السفر يا راشد، ماليش دعوه بالحاجات دي خالص. اقول لك ايه يا كريم؟ هجيب لك رقبتك. فيها يا راشد؟ انت بترفع عليا مطوه في بيتي يا راشد. اوبعك كمان. بس يا راشد ايه ده؟ ايه ده؟ انت مين؟ ده راشد يا ماما. راشد جوز عسليه. طب انت عايز ايه دلوقتي؟ عسليه فين؟ هجيب رقبتكم انتوا الاثنين وما كلمتوش. استنى بس، انا شفتها هي دلوقتي ما بقاش اسمها عسليه، اسمها داليا نور، متجوزه بتاع مقاولات اسمه مراد الجرحي، وبتدير شركه روح لها هناك. وكمان انا ما بقاش ليا اي علاقه بالمخدرات والحاجات دي، والله العظيم بطلت. هو خلاص بعد بعد. تمام. استنى رايح فين؟ انا هاجي معاك. انت سي هير.
والواد يا بت طلع كريم. يخرب بيت سنينك. فتون يا فتون، فتون يا فتون، اقفلي، عايز اقول لك حاجه مهمه. استنى بس، اقفلي، عايز اقول لك حاجه مهمه. طيب اقفلي. طيب يا حبيبتي هرجع اكلمك تاني. باي باي يا اختي. لقيني عسليه. ايه التخريف ده؟ زي ما بقول لك كده، عارفه الواد كريم اللي كان شغال عنده في البيت، اللي هو شغال معاه بيبيع مخدرات، امه قابلتها في حفله. طب وهنعمل ايه؟ هنروح لها طبعا. نروح لها؟ انت عايز تودي نفسك في داهيه؟ انت نسيت ولا ايه؟ نسيت ان عسليه هربت منك عشان انت قتلت الحسن؟ لو رحت لها هتسلمك. مفيش الكلام ده. عسليه بقت غنيه دلوقتي وعندها شركه وملايين. غنيه؟ شركه ايه وملايين ايه؟ جابتهم منين يعني؟ دي كانت ماشيه ببقجة هدومها يا ستي. لما نروح لها لو انا اعرف حكايتها. هنروح لها فين دي؟ الشركه، شركه مراد للمقاولات. شركه مراد للمقاولات؟ ايوه. ايه المشكله؟ خلص سيجارتي واقوم البس. البسي وحصليني بقى. غير هدومك. كويس ان انا رجعت لكم المكتب النهارده. احنا عملنا كده كل الشغل اللي كان متاخر علينا. كل واحد فيكم عمل اللي كان لازم يعمله. شكرا. وانا اسفه يا جماعه ان انا اخرت كل حد بالليل. بالعكس انا بقولك، اللي عملناه النهارده ده كان مهم جدا، وانا هبلغ مختار بكره بمواعيد تسليم الوحدات اللي اتفقنا عليها. تمام. بس خد الشيك ده وصوره وبعته للبنك. تمام. اتفضل يا استاذ. ميرسي. مروة لو سمحتي. أيوة. أنا عايزاكي 10 دقايق عشان موضوع التصميمات. حاضر هجيبها حالا. كنت لسه جاية لك عشان ورق التصميمات. اتفضلي. شكرا. إيه ده؟ يا عم ما الناس رايحة جاية، يا أمال بتقول الشركة قافلة ليه؟ وبعدين بقى مش قلت لحضرتك أكتر من 10 مرات مش هينفع؟ يا باشا يا باشا، إحنا بقالنا كتير ملطوعين في العربية بره. شوية عندها اجتماع مهم، شوية قاعدة مع استشارة مش عارف عاملين ازاي، واحنا جايين نقابل وزارة التموين. يا فندم ده ليه هنمد رئيس مجلس الإدارة؟ مش هينفع تقابلنا لما تاخد معايا. طب عليا النعمة من نعمة ربي لو عرفت اللي أنت بتعمله ده لا تكون مرفوض على إيدي. ليه وحضراتكم مين؟ أنا فتون أختها شقيقة. أنت بتقولي ده؟ وإحنا مش لازم نعمل مفاجأة يعني، أهي تعرفوا السلام. طب أنا آسف يا فندم بطايقكم. يا سيدي لو على البطايق أهي البطايق. بس دخلنا بقى، ابوس ايدك يعني اتلطعنا كتير. خد فتونه اهي اختها. انا اسف يا فندم، دي اجراءات الشركه. انا اسف يا سيدي ولا يهمك. انا هخش ابلغها. بسرعه يا اخويا. الله ده ايه القرف؟ هو صعب ليه كده صاحبك ده؟ دي كوتيشن ده دراسه. طيب تصميمات. حلوه عجباني، بس متهيألي محتاجة شوية موديفيكيشن، شوية الألوان باردة. اوكي بس كده. هو أنا هستنى مختار لغاية ما يجي ياخد رأيه بالموضوع ده. اه طبعا، يعني أستاذ مختار ده إنسان حساس وراقي جدا وفنان كبير قوي. هو حضرتك فنان تشكيلي وموهوب كبير، وعند حضرتك حق إنك تاخدي رأيه. كده مختار كان أقرب حد لمراد جوزي الله يرحمه. الله يرحمه. عشان كده أنا بثق برأيه. عموما أخبار الإعلانات بتاعت الكومباوند اللي اتصورت. أيوه، ما أنا لازم أعرف أنتوا مين عشان أبلغها. قول لها أختك. أنت هتقعد تبحلق لنا طول النهار، خف نفسك. خلاص ماشي حاضر، ثانية واحدة. ده إيه الزهق ده؟ عارف. معلش يا فندم أنا آسف جدا. بس اصل في واحده واقفه بره مصره انها تقابل حضرتك وبتقولي انها اختك. بعد كده لازم تقولي ان انت اختها. امال اقول ايه؟ ما انت تنيري تسكتي يا عم. خلينا نخلص. الناس عايزين نقابلها وخلاص، لازم تقولي اختها. هتدخلني لما تعرف ان انا اختها. قفشت في دماغها وما دخلتش. هدخل هفتح الباب وهدخل. تحب ادخله؟ مع حد؟ اي فندم، معاها راجل كده بس بصراحه ما قاليش وقت. طب ما تدخلهمش، قول لهم استنوا 10 دقايق. خلاص اوكي حاضر. اتفضلي. اوكي. اتفضلي مروه.
10 دقايق ومدام داليا هتقابلكم، ما تتحركوش من هنا. الحق ان البنت شكلها اتغير خالص. هي 10 دقايق وهتقابلكم، الموضوع خلص. الحقني يا مختار، راشد بفطر على باب الشركة. بس يا اخويا من خلاتي حبيبتي وقلبي من جوه. النبي يا حبيبتي انا كنت عارفه اني هاخدك في حضني من زمان. اختي يا عسلية يا عمر. معلش يا فندم انا اسف جدا بس ما قدرتش امنحهم الدخول، انا اسف. اتفضل انت يا سعد. حاضر. اتغيرتي يا عسلية. اتغيرتي وحلويتي واتدورتي كمان. انت بتتكلم مع مين؟ مين عسلية؟ انت عسلية مراتي. عسلية اللي رجال البلاقة كلها كانت بتحوم حواليها وانا اللي حميتها واتجوزتها. عسلية اللي يوم فرحنا دخلت عملت لها العشاء. عسلية اللي ليلة دخلتنا عيطت وانا على رجليها. يا اختي اللهم صل على النبي. ايه ده كله يا بنت؟ عملت ده كله امتى يا بنت القرد؟ لا انتوا فاهمين الموضوع غلط خالص. أنا مفيش عسلية. هنا أنا داليا نور صاحبة الشركة دي. طب ما أنا عادل فكري رجل أعمال. وأنا يا أخويا زي ما أنا فتور. لا عسلية. لا ما تعملهمش عليا، أنا خلاص عرفت كل حاجة. اتجوزت عليا اتنين ويا عالم مين تاني، وخلفت نونة بس من الحرام. النونة يا اختي ده انا من ساعة ما عرفت انك خلفتي وانا نفسي ادلع النونة. شبهك اكيد، شبه هما الله يرحمها. اقول لك انت وهو، انا ما اعرفش حاجة عن الكلام التافه اللي انتوا بتقولوه. افتحوا الباب اللي هناك واخرجوا برا وانسوا اي حاجة عن الموضوع ده. وقال عيب عيب لما تيجي تتكلمي مع جوزك اللي انت سبتيه وهربتي بقالك ياما واتجوزتي عليه اتنين ويمكن اكتر، تبقى بتتنفضي وانت واقفه. راشد الغول اللي ممكن يقطع لك رقبتك، بس انا مسامح. معقوله كده يا راشد؟ ليه يا اخويا؟ ما يصحش البت تتخض. الله، وبعدين ما ينفعش، ده احنا عيله واحده. امال ايه؟ أنا كان غرضي بس أقول لك إن أنا عملت فلوس كتير أنا وراشد يعني، وأنت يا أختي عاملة فلوس. اللهم صل على النبي، نحط الفلوس على بعض ونبعت نجيب علي وراشد أهو اسم الله عليه موجود، ونعيش عيشة فل كلنا. إيه يا داليا في إيه؟ الحقني يا مخرج. مين الناس دي؟ الناس دي؟ الناس دي أوسخ ناس في العالم. أنت مين يا ابني أنت وهي؟ اتكلوا على الله، يلا اطلع بره. أنا جوزها. انت مين؟ انا المختار. اطلب لهم الامن يا مختار. خدني بس راح فين؟ عايزين مني ايه؟ سيبوني في حالي بقى. اطلب البوليس بسرعه، في ناس هنا بتتهجم على داليا هانم. ايوه هنا في المكتب بسرعه. قلبك ابيض يا فخامه. ماشي يا عسليه. انا ماشي، بس بقول لك ايه، انا راجع تاني. سلام يا المختار. يلا اختوب. سلام يا بنت ابويا. ماشي يلا اختوب. يلا يا اخويا. يا اخويا على مهلك بالجرايد ده ليه؟ يلا مش وقته. هات البطايق في مكتب الامن جوه، ثواني اجيبها لحضرتك. طب يا اخويا هات البطايق. يلا اتحرك اتحرك يا عم. البطايق مش مهم. مالك مجرجرني كده ليه؟ ما احنا خرجنا بره الشركه خلاص. يا وليه بقول لك بلغوا البوليس. بس عسليه عمرها ما هتسلمك يا اخويا، وبعدين هي ملطوطه وعليها 80 حب. انا غلطان اصلا ان انا جيت هنا، انا عرفت مكانها ومش هحلها. يا عم استهدى بالله. يوه
لازم نجيب أمن. طب ازاي؟ عرفوا منين؟ مش عارف. بقول لك يا فتون، انا هوصل لك وارجع اجيب البطايق. ليه بقى يا اخويا؟ قلقان من عسليه بصراحه. هي اللي تقلق منك مش انت اللي تقلق منها. يا فتون يا فتون، عسليه عايز تربط حبل مشنقها وين رقبتي؟ يا اخويا قلت لك ما تخافش، هي صحيح قالت انها ما تعرفناش، لكن وشها بقى كان عامل زي اللمبه عمال ينور ويطفي من الرعب. هي تخاف يا اخويا، لو بلغت عنك ما انت هتحكي الموضوع واحده بواحده. طب بقول لك ايه، انا هخلي عطوه يرجع الشركه ويسأل على بيتها فين. مش في السخن، استنى يا اخويا تهدى وبعدين نبقى نتكلم. ما تبص قدامك يا اخويا هنعمل حادثه. ما انا باصص اهو، ما تيجي تسوق انت يا فتون. ما بعرفش اسوق. يبقى تسكتي بقى. النيله اللي احنا فيها دي اهو بالراحه. شوف الوريه خرجوا من الشركه بسرعه وما خدوش بطايقهم، وانا اتصلت بالشرطه وهعمل فيهم بلاغ بالبيانات اللي موجوده في البطاقتين دول. شرطه ايه؟ مفيش داعي للشوشره يا مختار. لا مفيش داعي، خلاص طالما مشوا انت مش مشوا خلاص. لو حد من الشرطه اللي انت كلمتهم سال بقول لهم الناس دي هربت. حاضر يا مختار بيه، بعد اذنكم. فتون سعيد ثابت اختي، واللي معاها اللي معاها ده بقى هو راشد اللي اتنيلت اتجوزته. ايوه بس بطاقته بتقول انه عادل فكري شحاته. اكيد مزوره طبعا. يا رب يا رب دول جولي منين؟ عرفوا طريقي منين؟ انت خايفه كده ليه؟ مفيش اي حاجه تثبت ان انت عسليه اللي هم جايين يدوروا عليها دي، يعني لو بلغوا عني. لا مش ده قصدي يا مختار، مش ده قصدي. راشد ما يقدرش يبلغ عني. ليه؟ راشد قتل اتنين، يعني اكيد محكوم عليه بالاعدام. اللي مخليكي مرعوبه منه؟ عشان عارف طريقي يا مختار، مش هيسيبني في حالي. سفرني اي بلد انا وابني شاهين. انا لازم اسيب البلد حالا. تسيب البلد ده ايه وتهربي ليه؟ عشان ده امر سهل جدا. مش بتقولي محكوم عليه بالاعدام؟ خلاص نبلغ عنه. انت ما تعرفش راشد. راشد ده شيطان، شيطان ماشي على الارض. خليني اختفي يا مختار، اروح اي حته. أنا مش عايزة أقعد في البلد دي، خلاص عرفوا طريقي. فتون دي، فتون هي اللي بوظت حياتي. ما كانش لازم يعرفوا طريقي، ما كانش المفروض. لو سمحت يا داليا، مش هينفع نفكر وأنت في الحالة دي. أنا هنصرف ومحدش هيقدر يأذيكي طول ما أنا جنبك. طلعولي منين دول؟